هراجع الآن بسرعة. طيب مشاركة؟ أوكي جرس كان شغال، ايوه تمام كده تمام. اعذروني اعذروني، أنا افتكرت الشركة كان شغال، فبس برضو حعيدة تاني بسرعة. هنا عندنا البيزنس مانجر، هذه الصفحة الداشبورد الرئيسية للبيزنس مانجر كنت بتكلم عنها. كنت بتكلم عن الرقم بتاع البيزنس مانجر اللي هو موجود هنا فوق، الرقم للآدز أو حساب الإعلانات اللي هو موجود هنا تحت، هذا هو اللي هو كمان موجود عندنا هنا. لما نطلع فوق مثلا اد اكونتس، هذا هو الاد اكونت الموجود عندنا. كم هذا هو، فهذول الاد اكونتس. بزنس مانجر هذا الرقم ممكن يدير اكثر من حساب، بمعنى اذا جينا هنا ممكن هنا يكون عندنا اكثر من بلاتفورم للاعلانات اللي بنشتغل عليها. people انا تكلمت عنهم، هدول الاشخاص الموظفين او الفريلانس اللي بنضيفهم. partners هذه شركه ثانيه او بالعاده agency بيكون عندهم حساب business manager ثاني بنضيفهم عن طريق partners. فبزنس مانجر بنضيفه على البزنس مانجر الموجود عندنا. اذا بنضيف الرقم اللي بينزل هنا هو نفس الرقم الموجود عندنا، مثلا ده الرقم الحساب اللي عندنا، هم بيكون عندهم رقم مختلف بنضيفه هنا، او نطلب اذن عشان ندخل على البيزنس مانجر بتاع شركة تانية او شخص اخر. الاسيتس اللي بيتكلموا عنها، هذه هي الاسيتس: بيجز، اد اكونتس، بزنس جروب اسيتس. مثلا هذا لما بنجمع الاسيتس كلها مع بعض في مكان واحد. الابس اذا في نستعمل منصه عشان ننزل الابس. انستغرام اكاونت، هنا بنربط حسابات الانستغرام الموجوده عندنا. هذول ثلاثه حسابات انستغرام. انا طبعا في الاول امبارح تكلمت كيف انا انشات حسابات وهميه. انشات ثلاثه حسابات وهميه، واحده اسمها كوزمو 19، كوزمو 19 على اساس اي كوميرس ستور انشئ عشان يوفر محتاجات المنزل لما الناس يكونوا موجودين في ايسوليشن وما بيطلعوا لبرا. باربرا سبا حساب انشأناه كديمو لما كنا بنشتغل على بزنس مانجر، كيف ممكن ننشئ صفحة مباشرة من البزنس مانجر. افريكا دايفرسيتي جروب، افريكا دايفرسيتي جروب على اساس انه شركة وهمية عندها اكثر من شركة وبيشتغلوا تجارة في قارة افريقيا. لافينج باربر، لافينج باربر عبارة عن حساب مش حساب، حلاق بيحاول يقدم سيرفيس بطريقة مختلفة، سيرفيس اكسبرس، وبيحاول يعمل تارجت على الأجانب أو السياح اللي بيجوا على أبو ظبي. أنشأنا لهم هنا ثلاثة حسابات انستغرام كمان وأضفتهم على المنصة. طبعا هنا الداتا سورس كلها البيكسلز، كاتالوج، كاتالوج لو عندنا اي كوميرس اللي هنتكلم عنه بكره في الاي كوميرس، تحميل الكاتالوجز على الاونلاين. البيكسلز هو انشاء بيكسلز، هو عباره عن كود بتحطه بالويب سايت. الكود هذا لما بنشيله بنحطه في الويب سايت بيبتدي يجمع داتا على الناس اللي بيدخل على الموقع، ففيما بعد ممكن نستخدمه عشان نعمل ريتارجتنج، نرجع نعيد ممكن نمشي وراهم او نعرض عليهم اعلانات مختلفه مشابهه للاشياء اللي هم كانوا بيتصفحوها. وهذا شيء حارض اليوم في فقره دايناميك ادز او دايناميك برودكت ادز. على العموم هذه الاشياء الاساسيه للبزنس مانجر. ليش انا اتكلم في البزنس مانجر؟ البزنس مانجر بالنسبه لي مهم جدا، لانه حتى نحن قدر ما كان عندنا اخطاء كنا بنفتح اكثر من بزنس مانجر، بنفتح اعلانات على الانستغرام وبعدين بنفتح اعلانات على الفيسبوك وكل واحد عنده حساب اعلان مختلف. لا، عشان نجم مع بعض، وكل ما نبتدي نستعمل من الان اسرع كل ما بيكون اسهل في المستقبل، لانه فيسبوك تقريبا بيعدل عليك كل شهرين ثلاثه، كل شهرين ثلاثه بضيف شيء جديد. انا المنصه هذه عدلوا عليها قبل شهر، وقبل كده كانوا بيعدلوا عليها، ففي اشياء كثيره بتظهر. فيما بعد بيكون سهل ان نحن نشوف الاشياء التغييرات البسيطه بدل ما نحاول نتعلم البلاتفورم من اول وجديد.
طيب خلينا نرجع لليوم، واليوم أنا كنت عاوز أتكلم أكثر على موضوع الـ Ads Manager. الـ Ads Manager عندنا، أنا امبارح تكلمت في هذا الموضوع، وهذه من أهم الأشياء اللي ممكن نفهمها أو نشتغل عليها في موضوع الـ Ads، سواء كان شغل Ads على فيسبوك أو الانستغرام أو الاثنين مع بعض. الـ Ads Manager عندنا بتقسم لثلاث أجزاء. بيبتدي بالكامبين. يعني نحن لما بنمشي في خطوات الـ Ads، في ثلاث خطوات رئيسية نشتغل عليها. واحد اسمها الكامبين، والتاني واللي بعديها اسمها اد سيت، واللي بعديها اسمها ادز. الكامبين هو اول شيء واهم شيء بنحدد فيه اللي هو الاوبجكتيف، الهدف. ليش نحن عاملين هذا الاعلان؟ الاعلان ممكن يكون عشان محتاج الجماهير المستهدفه عندي ينزلوا التطبيق، او محتاج انه اجيب ليدز عشان اتواصل معاهم وان شاء الله تتم عمليه الشراء او البيع، او conversion لو محتاج انهم يمشي على الموقع عندي ويشتروا، او محتاج اعمل براندنج. فهذه كلها تعتبر من الكامبين، هذه كلها بتتحدد من الكامبين. كامبين اللي هو الشيء الاساسي، الهدف من الاعلان. بعدين نمشي على الاد سيت. الاد سيت اللي هو بيحدد مين هم جماهيرنا، كم حتكون البادجت، كم حيكون مثلا الوقت اللي حنمشي فيه الاعلان. هذا كله بيتحدد من الادسنس، موقع الجماهير من هنا. بعدين نمشي على الاد. الاد اللي هو الاعلان نفسه، هل هو حيكون فيديو، اي بوست نستعمل، اي نوع صوره، شو الكتابه اللي نستعملها. الحاجات دي كلها فيما بعد، لانه ممكن بعدين نغير عليها. يعني مثلا واحده من الاستراتيجيات اللي انا هتكلم فيها بعمق، كيف ممكن من كامبين واحد مع اد سيت ممكن ننشئ اكثر من اد او اكثر من اد سيت عشان نعمل اختبار اللي هو اساس السبليت تيست او الاي بي تيست اللي هو كمان هنتكلم فيه اليوم. خلينا نتكلم على الكامبين الاول. هذا هو شكل الكامبين. تمام، الكامبين مانجر عندنا اول شيء، اول ما ندخل عليه اللي هو الاوبجكتيفز. الاوبجكتيف عندي براند اويرنس وريتش، بتقسمه لثلاثة أجزاء. أول حاجة عند الأويرنس، كونسيدريشن وكونفرجن. الأويرنس تحته موجود في البراند أويرنس وفي الريتش، وعشان أقول لكم بالتفصيل إيش هو البراند أويرنس إيش هو الريتش. الكونسيدريشن في تحته هذه الأشياء، والكونفرجن في هذه اللي هو الكونفرجن كاتالوج سيلز وستور ترافيك. خليني أشرح لكم أكثر شوية الفرق بين الأويرنس والكونسيدريشن والكونفرجن. لما يكون عندنا اعلان، تمام، اول ما نبتدي او ننشئ المحل او انشانا بزنس او ابتدينا نعمل حملات اعلانيه على السوشيال ميديا، كبدايه ما بنصح انه نحاول على طول نحط عندي اوفر 50% ويلا اشتروا. اخذوا هذا المثل، انا نقلت على مكان جديد، عندي جيران، اشتريت بيت حواليني بيوت ثانيه وفيها جيران. اول ما بجي ممكن يكونوا ظرفاء، ممكن نسلم على بعض، بس إذا ما بنتكلم مع بعض كل يوم بسلم عليهم، كل يوم بلقى عليهم التحية، كل يوم بسألهم عن أحوالهم. بعد فترة، بعد أسبوع، إذا تكلمنا ونصحتهم بشيء هتقبلوا أكثر من ما يجوا من أول يوم وانصحهم إنه يعملوا مثلا يمشوا لي محل معين. مظبوط؟ نفس الشيء كمحل، خاصة اللي ما عنده اسم والعلامته التجارية مش مشهورة، الناس مش هتشتري مباشرة ومش هتثق مباشرة إلا يكون فعلا عنده برودكت فريد من نوعه. المشتري لازم يحس بطمأنينة وبثقة في البرودكت أو الشخص المزود بهذا البرودكت المنتج. فبنبتدي بالأويرنس. الأويرنس نحن ليش بنشتغل عليها؟ لما نرجع فوق، هذه هي الأويرنس. تمام؟ لما بنشتغل عليها، نشتغل عليها عشان الناس ما بيعرفونا، فعاوزينهم يتعرفوا علينا أكثر. سمعوا بينا بس ما عندهم اهتمام، عايزين نجذب اهتمامهم عشان يهتموا بينا. فالأورنس بالنسبة لي مهم جدا، خطوة أولى في أي ماركتينج. إذا البزنس ما ابتدى يعمل سوشيال ميديا أدز، لازم نبتدي بالأورنس. الشيء الثاني عندنا الكونسيدريشن.
بعد ما تعرفوا علينا شوية، سمعوا بينا، شافوا علامتنا التجارية في المكان، الآن عاوزهم يبتدوا يفكروا إن يشتروا مننا. عايزهم أعطيهم بعض المعلومات أو أوعيهم بالأشياء الموجودة عندي أو الخدمات أو المنتجات الموجودة عندي. في هذه الفترة كمان هم بيبتدوا يقارنونا، طب شايف هذا عنده نفس المنتج، خليني أقارنه هو بالمنافس اللي عنده، إيش الأفضل، إيش الأشياء المميزة اللي هو بقدمها. أنا دايما بنصح الناس حتى لو بيبيع نفس الخدمة أو نفس المنتج، دايما لازم يتميزوا بشيء، والشيء اللي بيتميزوا بيه دايما يذكروه في الإعلانات. ليش؟ لأنه في هذه الفترة الكونسيدريشن، هذه هي الفترة اللي هو البيزنس، مش البيزنس عفوا، الاودينس، الجماهير. طيب ايش المميز، ايش الشيء المميز موجود عند هاد مش موجود عند هاد؟ السعر بيلعب دور بس مش على طول. نوع الخدمة، جودة الخدمة، جودة المنتج دائما مهمة. واخر شيء اللي هو كمان نعتبره الضربة القاضية، اللي هو لإغلاق عملية البيع. يعني مثلا انا ابتديت عندي اعلان، ابتديت بالاويرنس، وعيتهم انه انا موجود، انا هنا عندي المنتج كذا، وهذه علامتي التجارية، وانا موجود بأبو ظبي. فيما بعد مبتدي اعمل اعلانات عشان اوعيهم انه انا عندي منتج، والمنتج اللي عندي مميز، او الخدمة اللي تجمع المنتج مميزة. فيما بعد بحاول اجيبهم على الموقع، بحاول اغلق عملية الشراء او البيع، بحاول انه اكسبهم كعملاء. طيب بطريقة تانية، الاويرنس بطريقة بسيطة، اللي هو براند اويرنس، ناس اول مرة يشوف الموقع او اول مرة يسمعوا عنك، generate interest، نجيب انتباههم، educate انه نوعيهم بالاشياء، منح ايش المنتجات الموجودة عندنا، وهكذا. consideration عندنا مثلا بيبتدوا هم يفكروا هل نشتري منه ولا لا، بيبتدوا يعملوا evaluation البراند، العلامة التجارية أو نوع البزنس اللي عندنا، بيبتدي يعمل ايفالويشن للمنتجات اللي عندنا، للخدمات الموجودة عندنا. وهذا كمان بيتيح لنا نتكلم مباشرة مع العميل. يعني مثلا بنشئ اعلانات مسجز، سواء كان على الواتساب او الماسنجر، وابتدي اتواصل معاهم واتكلم معاهم، او بعمل ليد جنريشن، لما يبعتوا لي رقم تليفونهم او ايميلهم ابتدي اتواصل معاهم عشان اشرح لهم اكثر عن المنتج. كونفرجن هذا تحويل العميل إلى مشتري. Product description, value، الأشياء اللي نحن بنضيفها، نعمل discounts، نحاول نتم عملية الـ sell. طيب قبل ما نبتدي في الـ brand awareness وأشرح لكم كل واحدة فيهم واحدة واحدة، خلينا نفتح هنا. هذه هي الإعلانات. عشان أراجع معكم تاني، هذا مثلا إعلان نحن ابتدينا عليه، مظبوط؟ حتى لي واحد جديد، أول ما ببتدي يوز اكسيستين كامبين اللي هو موجود عندي هنا واحد، أو بنشأ واحد جديد. إذا بزنس جديد، هذا هو الأويرنس، توعية، كونسيدريشن، وبعدين الكونفرجن اللي هو التحويل. هدول الثلاثة الأشياء اللي نحن نشتغل عليها. مثلا البراند أويرنس، الريتش، ترافيك انجيجمنت، اب انستليشن، فيديو فيوز، ليد جنريشن، مسجز، كونفرجن، كاتالوج سيلز، ستور ترافيك. هدول كلهم هنمشي فيهم واحدة واحدة، أشرح لكم مميزاته وأفضل طرق لاستخدامه. نبتدي بالبراند اويرنس. براند اويرنس نستعمل في حالتين. الحالة الأولى إذا أنا محل صغير، مثلا لافين باربر، الحلاق، فتحت جديد في أبو ظبي، دخول على الماسنجر آدز من البداية، لما ندخل على الماسنجر من هنا
إذا نحن موجودين. هذا هو البزنس مانجر، بزنس فيسبوك دوت كوم نمشي عليه، بس نعمل تسجيل دخول من هنا. شايفين البزنس تولز؟ نفتحها ادس مانجر، نكبس على الادس مانجر، نكون وصلنا على الادس مانجر. انشاء الاعلان من كرييت. من هنا بنعمل كرييت للاد. طيب نرجع للوكال اويرنس. خلاك فتح محل بابو ظبي، محتاج انه يشوف، انه يبتدي يعمل توعيه. انا فتحت جديد، انا موجود بهذا المكان، ففي نوعين من البراند اويرنس. الاول اللي هو اللوكال، هذا بيناسبه جدا. اللوكال هذا بيناسبه جدا، اللوكال اويرنس، انه انا موجود، فتح عمل اعلان محلي لكل الناس الموجودين حواليه في نفس المنطقه، اللي هو الدروب بن اللي انا وريته لكم امبارح. بيعمل دروب بن على المكان المعين، وعلى اساسه شاشه سوداء، نعمل دروب بن، وعلى اساسه اللوكال اويرنس هو اللي بيكون كل الناس اللي حواليه بتعرفوا عليه. البراند اويرنس، البراند اويرنس بيستعملوها الشركات الكبيره، بيكون عندهم بجت عالي، محتاجين يعملوا ماس كامبينز على البراند الموجود عندهم. مثلا زي كوكا كولا، اوبن هابينس، المسج بتاعه ما تعال اشتري من عندنا، لا، بروج السعاده مثلا، اوبن هابينس. اللي بعديها من ضمن اللي هم عندنا اعلانين في البراند اويرنس، عندنا البراند اويرنس نفسه وعندنا الريتش. ايش هو الريتش؟ الريتش اللي هو بنحاول نوصل لأكبر قدر ممكن من الجماهير، من الفئة المستهدفة عندنا. وكيف ممكن نوصل لها؟ عن طريق الريتش. الريتش من مميزاته انه ممكن نعدل عليه حاجة اسمها فريكونسي. الفريكونسي هذه عشان نعمل ريتش لناس معينين، محتاج مثلا انه يشوفوا الاعلان عندي اكثر من مرة. اذا انا بتصفح انستغرام، انا ما داخل انستغرام عشان اشوف اعلانات، انا بدخل انستغرام عشان اشوف ايش زملائي نزلوا بالانستغرام، مظبوط؟ طيب انا بتصفح بالانستغرام، طلع الاعلان، اول مره حطنشه، ثاني مره حطنشه، ثالث مره حطنشه، رابع خامس مره حكون عايز اشوف ايش هذا الاعلان، ايش في موجود فيه، ايش ايش بيعرضوا، عن ايش بيتكلموا. حقرا مني جمله جملتين ما جذب انتباهي، بفوت. المره الثامنه، التاسعه، العاشر بكون قريت شيء ثاني في الاعلان. ففي النهايه انا محتاج جماهير على مدة 3 شهور يشوفوا الإعلان 10 مرات. ممكن أعدل في الإعلان أشياء بسيطة، بس بالعادة ما بعدل كثير. ليش؟ لأنه محتاج الإعلان اللي هو زي علامة تجارية، هو نفس الإعلان نفس المسج، عشان الناس تحفظ من أنا. لما بتعرفوا عليا ممكن بعدين أنوع في إعلاناتي من ضمن البراندنج جايدلاينز الموجودة عندي للجرافيك ديزاين أو للفيديو، أسلوب الفيديو، عشان يتعرفوا عليا أكثر واكسب ثقتهم. في شيء من خبرتي محتاج انبه عليه، لما نحن بننشئ اعلان بنعمل مثلا ديزاين معين للبوست، ما تغير كثير في البوست. اذا البوست كل مره، اذا ما في نمط معين متشابه بين كل الاعلانات، جماهيركم بتضيعوا. اذا مثلا مره بنزل بوست بالوان معينه، ومره بنزل بوست بالوان معينه، وما بحط علامتي التجاريه او اللوجو اللي عندي في البوست، الجماهير بيضيعوا، ونحن بنكون ضيعنا فلوس على الإعلانات المدفوعة. طيب بالنسبة للريتش، كمان براند اويرنس، كمان بتعرف فيه على الناس، بقول لهم مرحبا، هلو، وبحاول أظهر لهم كم مرة لحد ما الإيمج تكون مألوفة عندهم. فيما بعد لما نشوف منتجاتي هيرتاحوا أكثر لمنتجاتي، مع إنه مش متذكرين من وين أنا مألوف بالنسبة لهم، بس السوشيال ميديا تلعب دور انه علامتنا التجاريه تكون مألوفه. ترافيك، نحن خلصنا من البراند اويرنس، الان محتاج ان هم يعملوا كونسيدريشن عندنا على المنتجات او الخدمات اللي نحن بنعرضها. فاول شيء
واحدة من الأشياء اللي أنا بستخدمها، أنا دايما بكون عندي موقع ويب سايت، لأنه بالنسبة لي بجيب الويب سايت بنزل عليه كل الكودز الموجودة خاصة بيكسل، وكمان نصحتني إنه جوجل أناليتكس وجوجل كودز تكون موجودة على الموقع، مهم جدا. بس بنزل الاثنين ديل ببتدي أحاول أجيب الترافيك كله على الموقع الأول. ممكن يتم عملية الشراء على السوشيال ميديا فيما بعد، بس في الأول محتاج إن هم يجوا عندنا على الويب سايت وياخذوا اكشن. مش شرط ياخذوا اكشن، ممكن انزل مثلا بلوج، يعني مثلا ترافيك هذا عمليه بيع غير مباشر، والسوشيال ميديا دائما بركز على 70% في عمليه البيع الغير مباشره. مثلا بنزل معلومات مفيده اللي هم فيما بعد نوعا ما خدماتي ومنتجاتي بتفيدهم على حسب النصائح اللي انا اعطيتها في البلوج او المدونه اللي انا نزلتها عندي في الموقع. مثلا بتتكلم عن إذا أنا حلاق نزلت مدونة بتتكلم عن الشعر أو كيفية العناية بالشعر، وسميت فيه المنتجات وسميت فيه كل شيء. أنا ببيع نص المنتجات، وفي منتجات مشهورة الناس كلها عارفينها، بس بشرح لهم فوائد هذه المنتجات. أنا كده أعطيتهم قيمة. لما بعمل ترافيك بقول لهم تعالوا عندي على الموقع، بيقروا كل شيء. وفي النهاية ممكن أحط شيء بسيط، إذا تحب تشتري واحدة من المنتجات هذه نحن بنبيعها. مثلا هذه نوع من أنواع الترافيك، يعني أنا ما بجيبه مباشرة عشان يشتروا، بس محتاج إنهم يجوا عندي على الموقع ويستفيدوا من المعلومات الموجودة عندي، أو أقدم لهم شيء هم ممكن يستفيدوا منه. engagement. الانجيجمنت واحدة من الطرق اللي احنا دايما بنلعب عليها. الانجيجمنت مثلا في كذا نوع، في عندنا البوست انجيجمنت، في عندنا الايفنت ريسبونس، في عندنا عشان نجمع لايكات، وفي عندنا حتى لما بنعمل اوفر بنحاول انه الناس تاخذ هذا الاوفر. يعني بدل ما نقول لهم انه عندكم 50% ديسكاونت، لا، اخذ هذا الكوبون، بنزل لهم كوبون بالسوشيال ميديا لما بنشر الاعلانات، بقول لهم اخذ هذا الكوبون واستعمله. مثلا خليني اشرح لكم على هدول الاربعه الاول، وبعدين اوريكم لايف ديمو كيف ممكن ناخذ كوبون او ننشئ كوبون عشان الناس تستخدمه. مثلا البوست انجيجمنت، لو انا نزلت بوست انستغرام او فيسبوك ولقيت التفاعل عليه عالي، معناته هذا البوست محتاج انه اعمل عليه اعلان. هذا البوست لقيت التفاعل عليه عالي، معناته لو عملت عليه اعلان مدفوع اكسب من وراه. فدائما بننزل البوست بنشوف مثلا بننزل 3 4 بوستات في الاسبوع. اذا البوست واحد في مشهد كويس ولقيت انه التفاعل عليه عالي جدا، هذا البوست لازم نعمل عليه اعلان عشان نجيب ناس على الصفحه او على الويب سايت. او البوست نفسه عايزين نرفع الجماهير عنده، لانه فيما بعد هنعمل لهم ريتارجتنج او هنوصل لهم تاني، أو بيكونوا نزلوا عندنا بالصفحة وعملوا لايك عشان يشوفوا البوستات اللي هنزلها فيما بعد. Event response. Event responses بالعادة ما شفت ناس كتير بيعملوها بدولة الإمارات، بس في فيسبوك نحن بنستعمل دائما ننشئ إيفنتات. ننشئ عندي إيفنت قادم، بنشئ صفحة إيفنت وبعزم عليها الناس كلها، ممكن أعمل عليها بوست عشان الناس تسجل بهذا الإيفنت. هذه واحدة من الطرق الفعالة. مثلا لو عندنا أي حملة إعلانية في أوروبا دائما بنستخدم الـ Event Responses. Offer Claims، الآن حنمشي خطوة خطوة عشان أوريكم الـ Offer Claim والـ Page Like. الـ Page Like إذا عايزين نجمع لايكات على الـ Page. الـ Engagement في النهاية أنا محتاج الجماهير اللي عندي ياخدوا أكشن على الصفحة، وفيسبوك هيحسب لي التكلفة الـ Budget الإعلانات على حسب الـ Action اللي هو الجماهير بيعملوها على البوست أو على الإعلان. طيب الآن إذا رحنا على الانجيجمنت مثلا، تمام، بوست انجيجمنت، بيج لايك، ايفنت ريسبونس، ما عندي الكوبون لأنه إعلان جديد، بس خلينا نشوف، خلينا نكمل قدام. انجيجمنت ديمو،
كونتينيو. خلينا نشوف ايش ممكن نعمل هنا. البي تيستينج اوبتمايزيشن مش محتاجين. بالمناسبة خلال هذه الدورة هنعمل وحنعمل كامبين بادجت اوبتمايزيشن. هدول الاثنين هنشتغل عليهم وهشرح لكم الفرق بيناتهم، ايش الفوائد اللي عندهم وكيف ممكن نستفيد منهم. Engagement. شايفين هنا أول شيء اللي هو تكلمنا عليه الـ campaign objective. إيش هو الـ objective اللي كنت عايز أعمله؟ رحت على الـ engagement. بعدين هنا new ad set. الاد سيت هنا اللي هو بالعاده بنحدد في البادجت والسكجول، بنحدد في الاودينس اللي هو الجماهير، بنحدد في البليسمنت اللي هو موضع الاعلان. هل هنحطه بس بالانستغرام مثلا محتاج احطه بس بالانستغرام، مش محتاج فيسبوك، مش محتاج ماسنجر، مش محتاج اودينس نتورك. وبعدين ديليفري اوبتمايزيشن. بس اهم ثلاثه اللي هو البادجت والسكجول، مثلا يوميا ممكن ارفع لي 50 درهم او 40 درهم ابتداء من هذا اليوم. الـ end date أنا قلت إنه أي campaign، وهذه مهمة جدا، أي campaign ننشئه أقل شيء يشتغل يوم، الأفضل إنه يشتغل لمدة 5 أيام. فيسبوك بيقول لنا 4 أيام، نشتغل لمدة 5 أيام. ليش؟ أنا بالنسبة لي مهم جدا إنه ما نعدل في الإعلان، ما نعمل فيه أي شيء لحد ما فيسبوك يلقى الجماهير المضبوطة على أساس إن ياخدوا التفاعل أو يضغطوا على اللينك اللي هو أو يحققوا الهدف المرجو من الحملة الإعلانية مثلا. فالآن يوم 14 لحد يوم 18. audience هنخليهم في أبو ظبي من عمر 18 ل 65. لازم ما هي languages placement. That's right. الأوفر كلاي مش موجودة عندنا للأسف، لأن الحساب جديد، شكل الحساب جديد ومش معطيني الأوفر كلايم على هذه الصفحات. على العموم الأوفر كلايم بكرة ممكن اجي اوريكم كيف ممكن نشتغل على الاوفر كليم، اوريكم امثله على الاوفر كليمز. طيب next app installation. الاب installation عندنا نحن لما بننزل اب، خاصه لما ننشئ موبايل ابلكيشن، وهذا مهم جدا. اول وذكرت انا بالباوربوينت برزنتيشن لانه في ناس كثير مش عارفينها، اول ما بننزل الاب على الستور اول 72 ساعه مهمه جدا، لانه سواء كان ابل او جوجل او هواوي الان هم بيحددوا هل الاب هات مشهور ولا لا، هل الاب هات عنده قيمه ولا لا. اذا مشهور، اذا عنده قيمه بيرفعوه في الرانكينج. فمهم جدا اول ما ينزل الاب اول 72 ساعه بنحط كل البادجت اللي عندنا، مش كلها بس اغلب البادجت الموجوده عندنا لبروموت الاب في خلال 72 ساعه. هذا مهم جدا جدا، سواء كان بنعمله على جوجل وعلى فيسبوك وانستغرام واي بلاتفورم موجود عندنا. ننشئ كل اعلان ممكن ننشئه عشان نعمل بروموشن لهذا الاب في خلال اول 72 ساعة. واحدة من الأشياء الموجودة عندنا على الفيسبوك والإنستغرام إنه ممكن نعمل بروموشن مباشر عليهم عشان الناس، وكلنا شفنا هذا الإعلان. بعض المرات بتشوفوا آب المفروض تكبس، كل ما عليك just install the app بتكبس والآب بينزل ونشتغل عليه.
فهذا هو من المكان اللي ممكن نروج فيه للموبايل ابلكيشن اللي احنا اشتغلنا عليه، لانه في النهايه نحن بعمرات لما ننشئ الموبايل ابلكيشن نبتدي كمشروع بسيط، بس بنشوف انه في ديفلوبر وشغل كتير وتصليح وتستنج. وبعد كل هذا الوقت اللي نحن حطيناه في الموبايل ابلكيشن حوالي 72 ساعه، فصار انه نحن نضيعها بدون ما نحط عليها اعلانات. فيديو فيوز، فيديو فيوز عندنا، انا اول ما ابتدينا نعمل فيديوز بالنسبه لي للان الفيديو يعتبر من انجح الاعلانات اللي ممكن ننشئها. اذا حطيت بوست ممكن الناس يشوفوها في اقل من ثانيه او ثانيتين، اذا كان بس بوست عادي، لان في النهايه نحن نعمل سكرول للتليفون نشوف الاعلان وحتى صبعنا ما بيهدى، يعني نمشي نمر عليه ممكن نشوفه مرة مرتين، ممكن لازم الإعلان نشوف 5 6 مرات لحد ما يمكن نقرأ جملة منه. بس الفيديو، وإذا جذاب وإذا تعمل بالطريقة الصحيحة، المشاهدة بتاعت الفيديو تكون أعلى. ونحن كلنا عارفين إذا العميل مثلا دخل على الموقع أو شاف بوست أو شاف فيديو، كل ما يقضي وقت أكتر إنه يشوف البوست يقرأ البوست يشوف الفيديو يدخل على الموقع يقعد بالموقع مدة أطول، كل ما نسبة تحويله أو نسبة نجاح تحويله بتكون عالية. يعني مثلا إذا أنا أنشأت فيديو وشخص تفرج عليه ثانيتين وشخص تفرج عليه 15 ثانية، اللي تفرج عليه 15 ثانية بالنسبة لي عندي فرصة أكبر إن هو يكون المشتري القادم، مهم جدا. فبالنسبة لنا لما نحط فيديو مشاهدة الفيديو بتكون أطول من إنه بس يشوف البوست، بس مش معناه إن كل بوست لازم تكون فيديو، لا. بس الفيديو إحنا في فترة وصلنا فيها على الفيو كنا بناخد عليها أقل من فلس على الفيو الواحد، يعني كنا بناخد 10 ل 20 فيو بفلس أو فلسين. ففي النهاية بالنسبة لي الفيديو ولو معمول على الأوبتمايزيشن صح بجيب نتائج هائلة. طبعا في النهاية نحن نشوف إذا تفرجوا الفيديو ثانيتين، تفرجوا 10 ثواني، 15 ثانية، هذا مهم جدا، وهذا كله بيطلع عندنا بالأناليتكس اللي هي موجودة عندنا بالبزنس مانجر. الليد جنريشن، نحن لما نشتغل على الليد جنريشن، الليد جنريشن أنا بشتغل عليه بس في حالات معينة، وذكرت كمان مثلا العقارات، وأكيد أنت شفت هذا النوع من الإعلانات اللي هو بالعادة بيصير الإعلان more info أو request a call back أو أي شيء بعدلوه على البطن تضغط عليها أو تضغط عليها، فيسبوك موجود عنده معلوماتك، موجود عنده إيميلك، موجود عنده رقم تلفونك، موجود عليه اسمك. أنا كمنشئ إعلان أنا ممكن أحدد هل أطالب باسمك الأول فقط، هو طالب بالاسم الكامل، هو طالب بإيميلك أو لا، هو طالب بتلفونك أو لا، هل ممكن طالب بالبوستل كود اللي عندك، بوستل كود مثلا المنطقة اللي أنت موجود فيها. أنا في النهاية بحاول أحد من الطلبات لاثنين أو ثلاثة، اثنين أو ثلاثة بحاول أحد منهم، وفي النهاية بيهمني بس يا رقم التلفون يا الإيميل يا الاثنين مع بعض. ليش؟ لأن الإيميل بالنسبة لي مهم جدا، نحن كناس معلنين بنحاول نجيب الإيميلات بأي طريقة، لأنه في النهاية ممكن نشتغل على الإيميل ماركتينج اللي هي من أرخص الطرق ولسه فعالة لجلب العملاء إذا استعمل بشكل صحيح. الإيميل ماركتينج أنا تكلمت في دورات سابقة على الإيميل ماركتينج، اليوم هتكلم عليها تاني. لما بتجمع الإيميلات مهم جدا، والليد جنريشن واحدة من الطرق اللي تجمع فيها الإيميلات. جمع الإيميلات ممكن تستفيد منها بعد سنتين ثلاثة، جمع الإيميلات عندك بالبزنس اللي عندك، لأنه في النهاية تأخذ داتا بيس لعملائك اللي هم طول ما هم اشتروا منك مرة ممكن يشتروا 2 و3 و4، إذا اشتروا منك مرة ما كانوا راضيين ممكن ترجع تتواصل معهم تقول لهم أنا حسنت منتجاتي، أنا حسنت من خدماتي، لا تفضل اشتروا عندي تاني. في الليد جنريشن بجمع الإيميلات، رقم التليفون بالنسبة لي مهم. ليش؟ لأنه ممكن أتواصل عليهم مباشرة، ممكن أطلب منهم الوقت اللي يناسبه لأتواصل معهم،
بتصل بيهم المكالمة، إذا ما كان حتى لو فيس تو فيس يفضل يكون فيس تو فيس، بتصل بيهم ولا نجتمع، إذا ممكن نجتمع بالمكالمة بتصل بيهم، ممكن أقفل الديو بشكل أسرع أو أوصلهم المعلومات بشكل أسرع وطالع مني مباشرة. فالليد جنريشن مثلا عقارات أو السيلز بالحالة حب ياخذوا الليد الأول ويتواصلوا معهم عشان يشرحوا لهم كل شيء على التليفون. أفضل شركة لإنشاء البريد الإلكتروني، هل هي جيميل؟ أنا بستخدم جيميل، أنا بالنسبة لي بستخدم جيميل، بس ما بقدر أقول إن هي أفضل، بيكون في خاصة الآن في 2020 طبعا في شركات كثيرة وفي أشياء كثيرة وفوائد، بس أنا لما ابتديت أستخدم الجيميل للآن بستخدم الجيميل. نكمل في إعلاناتنا messages understanding ads manager على messages. طيب messages في عندنا نوعين، في عندنا النوع اللي أنا وفي منكم اللي ذكر بيكون مثلا مرن جنب كارفور أو مرن جنب محل فجأة بيوصل لهم فيسبوك ماسنجر مسج بيقول لهم شعل المحل أو عندنا بروموشن كذا كذا كذا، هذا هم محددين المنطقة وعاملين عليها إعلانات اسمها sponsored messages. إيش هي sponsored messages؟ لا أنا أوريكم. لو أنا هنا عايز أغير engagement أو خلينا نقفل دي، نفتح إعلان تاني. ممكن نعمل messages. messages demo. Continue. هذا عندنا ايش الاوبجكتيف، بنحدد اسم الكامبين، السبيشال اد كاتيجوريز اللي موجود عندنا هنا. السبيشال اد كاتيجوريز هو عباره عن لو في عندك مثلا اراء سياسيه او شيء له علاقه ب انتقادات للأوضاع الاجتماعية، أو عندك كيس اجتماعي اقتصادي سياسي أو شيء له علاقة بالقضايا الحساسة في المجتمع، دائما بتحدد لي الفيسبوك بتوري إنه أنا البوست اللي أنا هنزله له علاقة بهذه القضايا، مثلا حقوق إنسان هذه الأشياء كلها. ليش؟ لأنه إذا ما حددت لي فيسبوك إنه نوع البوست الموجود عندك، فيسبوك على الأغلب مش هيعمل ابروف على الاعلان اللي عندك. لما بتحدد بتقول له مثلا عندي عاوز اتكلم على الاقتصاد، فيسبوك هيقفل لك بعض الاشياء مثلا العمر، تحديد الناس، لانه التمييز في فيسبوك بالنسبه له لو تتكلم على قضايا اجتماعيه تمييز مرفوض. بس في النهايه فيسبوك بيحاول من عنده يوصلك للناس اللي يهمهم هذا الموضوع، بس نحن ما حيكون عندنا في التحكم، واذا ما حددنا هذا الشيء فيسبوك حيقفل لنا الاعلان او مش هيعمل ابروف، هيعمل ريجكت. طيب اي بي تيستد بادجت اوبتمايزيشن ما هنعملها الان. ماسنجر، طيب انواع المسجز، اذا ماسنجر لو نضغط هنا فعندنا سبونسرد مسج. السبونسرد مسج اللي هو اي شخص يمر بمنطقه معينه أو أي شخص موجود بمنطقة معينة يصل له المسج، أو click to messenger بيظهر له البوست والبوست بيقول له تواصل معنا الآن message us now. أول ما بيضغط عليه بيدخل على المسنجر. طب أنا لو مش عاوز يدخل على المسنجر أو أنا ما بستعمل المسنجر أو نحن عندنا التارجت اللي عندي أساسا يمكن ما يكون عندهم فيسبوك ولا بيتعامل مع المسنجر، إيش الحل الثاني؟ طيب أول آب أو الآب الرئيسية اللي نستعملها في دولة الإمارات هي الواتساب للمسجز. نمشي على الواتساب، من هنا نختار الصفحة. طبعاً في النهاية نحن عندنا على صفحتنا، يعني مثلاً لما مشيت على لافين باربر هنا على هذه الصفحة أنا ممكن أمشي وأنشئ وأضيف الواتساب. أوريكم تاني كيف أنا وصلت هنا.
هذه الصفحة الرئيسية، مظبوط؟ هذه الصفحة الرئيسية اللي عندي، Laughing Barber، الحلاق. بنزل تحت على Settings، من هنا أنا ممكن أربط كل شيء. أنا بربط الانستجرام، إذا محتاج أربط الانستجرام بعمل كونكت. الانستجرام عندي وين مربوط؟ مربوط بالبزنس مانجر، بس مش مربوط بهذه الصفحة. أو الواتساب بزنس اللي عندي ممكن أربطه مباشرة بهذه الصفحة، وبمجرد ما أربط الواتساب بزنس ممكن أعمل إعلانات، ممكن أعمل إعلانات مباشرة على الواتساب بزنس. فلما هم يشوفوا الإعلان ويضغطوا إنه مسج ناو، يفتح لهم الواتساب ويبتدوا يتواصلوا معنا مباشرة على الواتساب. انستغرام دايركت، ناس ممكن يتواصلوا علينا على الانستغرام مباشرة. عندي واتساب بزنس، بس يمكن أنا محتاج أشوف كم شخص حيتواصل معي عن طريق الانستغرام. شوفوا في النهاية عن الواتساب، في ناس بيرتاحوا أكثر إنه يتواصلوا على الواتساب، في ناس يمكن لأن أنا بعرف جماهير حيتواصلوا مع الانستغرام أكثر من الواتساب، عامل الانستغرام. يمكن أنا أكون عاوز أعرف كم شخص ممكن يتواصل معي على الانستغرام، ممكن أعمل اللي هو السبليت تيست. يعني في النهاية، في النهاية تحت نفس هذا اللي هو حنتكلم على السبليت تيست، هذا نفسه مثلا مسجز ديمو اللي هو الكامبين، ممكن نعمل تحته أكثر من آد سيت. يعني ممكن ننشئ هذا الآد سيت، نعمل له دوبليكيت، نعمل واحد تاني، وبدل ما نعمل واتساب نعمله انستغرام عشان نقارن بين الإعلانين، هل حيجيني مسجات أكثر على الواتساب ولا حيجيني أكثر على الانستغرام. لمدة 4 أيام أمشي بهذا المنوال، لما لقيت عندي مسجات على مكان أكثر من مكان، بكفي الواحد من الإعلانات اللي هو الإعلان اللي ما بيجيب النتائج زي التاني، وبركز على الإعلان اللي نتائجه أقوى وبالعادة بتكون تكاليف أقل. فهذا هو الملخص للإعلانات الإنشاء على المسجز. بعد ما كملنا نحن من حتى تكلمنا في الاويرنس، الاويرنس اللي هي كان عندنا فيها البراند اويرنس، وكان في عندنا كان في عندنا البراند اويرنس، وكان في عندنا الريتش. بعدين دخلنا في الانجيجمنت، الانجيجمنت اللي هو الترافيك كان عندنا، كان عندنا الليد جنريشن، كان عندنا الانجيجمنت، كان عندنا المسجز، مظبوط. طيب الان الكونفرجن، كونفرجن انا محتاج انه انا بنيت جماهيري، بنيت الاودينس. وعلى فكرة بكرة حنتكلم كيف نبني الأودينس، في تفاصيل كثيرة عن الأودينس أو الجماهير موجودة عندك، لأن هذه من العوامل الأساسية لنجاح الكامبين، إنك توصل للجماهير الصحيحة. لأن أغلب الإعلانات، 50% من الإعلانات الموجودة على فيسبوك والإنستغرام ما بتوصل لجماهيرها بشكل optimized فعال. طيب لما يكون في conversion، كونفرجن انا محتاج ناس تمشي من الفيسبوك مباشره على الويب سايت عشان يشتروا، يعملوا ساين اب. مثلا انا عندي ويبينار، ومثلا انا مثلا بعمل ويبينار الان، بس فيما بعد الهدف من ويبينار، اذا بعمل ويبينار مجاني، انه اودي الناس على الموقع اللي عندي واقول له طب انا عندي كورس مخصص للانستغرام فقط، او كورس مخصص لتيك توك فقط، بس بالدفع. ففي النهايه بنشئ اعلان الناس تضغط عليه تمشي على الموقع وتسجل على هذا الويبينار، او محتاج ان هم بس ينزلوا بي دي اف. انا عندي كومباني بروفايل او دراسه بي دي اف معموله، وعارف اللي حينزله حيتواصل معي، او يهمني بعض الفئه ان هم ينزلوا هذا البي دي اف. هدفي من البزنس اللي عندي ان هم يوصلوا للدراسه اللي انا عملتها ودونتها كلها في البي دي اف، يمكن اشتغلت عليها 2 3 6 شهور. محتاج انه البي دي اف هذا يوصل للناس، يمكن لان البي دي اف بعد ما يوصل لهم معلوماتي موجوده فيهم، رقم تليفوني موجود فيه، موقعي موجود فيه، بفتره من الفترات حتواصلوا معي انا، مش حتواصلوا معي حد تاني. كاتالوج سيل، كاتالوج سيل هذا بالعاده للاي كوميرس، بالنسبه لي اذا في عندك اي كوميرس، وحاليا ب 2020 كلنا مهما كانت الخدمات او البرودكت، حاولوا
بيضطروا يتحركوا في الاي كوميرس، لان الاي كوميرس هي الخطوه الجايه. الان الناس كلها تشتري اونلاين، الناس ابتدت تشتري اونلاين قبل 10 سنين، بس الان الموجه بتاعت الشراء اونلاين حتى بعد الكوفيد 19 حيكون الناس ارتاحت انه تشتري اونلاين بدل ما تمشي بنفسها وتشتري الاشياء. ف كتالوج سيلز بالفيسبوك والانستغرام هو شيء نحن ممكن نتواصل مع الناس، او مثلا نوصل للناس ونعرض عليهم الكتالوج الموجود عندنا عشان يشتروا. بالكتالوج سيل لو منزلين نحن البيكسل، لو منزلين البيكسل بعيد تاني بيكسل على فيسبوك اللي هو الكود اللي بناخده من فيسبوك ومنزله عندنا على الموقع، وابتدي يلم الداتا الناس اللي بيجوا، بيربط الناس اللي بيدخل على الموقع بالناس الموجودين على فيسبوك. اذا ناس جم مباشره من فيسبوك او انستغرام على الموقع بيقروا الداتا بتاعتهم، فيما بعد ممكن نعمل لهم ريتارجتنج، فيما بعد بنشوف المعلومات بطريقه افصل مفصله، كيف مين هم وايش الاشياء اللي انجذبوا ليها. فيما بعد لما مثلا نشتغل على الكتالوج، في تحميل للكتالوج ده شعر. طيب لما نشتغل على الكتالوج، الكتالوج بنحمله نحن على البيزنس مانجر، ومن خلاله ممكن نسوق على فيسبوك والانستغرام. هذا ان شاء الله حنتكلم فيه بكره، حدخل فيه بالتفاصيل اكثر كيف الاي كوميرس ممكن نستفيد من فيسبوك وانستغرام. ستور ترافيك، ستور ترافيك هذا كمان موجود عندنا بالكونفرجن، وهذا كمان اخر شيء موجود عندنا بالكونفرجن. الستور ترافيك بالنسبه لي هذا لبراندات بيكون عندها اكثر من محل. اذا عندك اكثر من محل تعمل ستور ترافيك، تنزل عندك بالبزنس بروفايل، بالبزنس مانجر او بالبروفايل او بالاثنين، تنزل كل المواقع الموجوده عندك. مثلا انا عندي محلين بدبي ومحل بابو ظبي، او عندي محلين بكل امارة، او عندي محلات في السعودية وفي البحرين وفي الامارات وفي الكويت، فبضطر انزل كل المعلومات اللي عندي وبنشي الستور ترافيك. الستور ترافيك مش اذا عندي محل واحد، اذا عندي محل واحد ممكن اعمل local awareness اللي هو اول شيء عشان الناس يجوا. ستور ترافيك هذا بيفيد اذا عندي اكثر من محل، بنشي اعلانات الستور ترافيك. قبل ما نكمل حبيت أشوف لو عندكم أي أسئلة على الأشياء اللي أنا ناقشتها الآن، بعدين ممكن أكمل. إذا في عندكم أسئلة الآن ممكن تسألوه على الأشياء اللي نحن تكلمنا فيها. شو أفضل شركة إنشاء بريد إلكتروني تجارة آلية؟ جيميل. أيوة جيميل اللي أنا بستعمله، بس مش متأكد إن هي أفضل شركة لإنشاء البريد الإلكتروني. تحديد الجمهور المستهدف، إذا كان البزنس خدمة استشارات هل يفيدني الانتشار؟ طبعا بيفيد الانتشار لما تحدد الجماهير بشكل مناسب بشكل صحيح، بتحدد الناس على حسب الانترست الموجود عندهم اللي هو بكره حنتكلم كيف تحديد الجماهير، كيف ممكن نوصل للاودينس الصحيح. ممكن يفيدنا مثلا ممكن نشر على الفيسبوك اللي هو كيس ستاديز، كيس ستاديز انه قصه نجاح، كان عندنا عميل كذا عملنا له 1 2 3 4 5 ونجح ووصل للهدف المرجو اللي هو كان كذا. No other account to show. جربني رسالة إنه ما في account. An existing one in business manager. زي ما طلب منه ظهر لي البيج business setting. رجعت للآز بتاعتي مش عارفة إيه المشكلة. أنا مكتوب عليه manager. تاني في حل. طيب. عندي سؤال. أنا دخلت على الإعلانات وكنت عايز أنشئ إعلانات، قال لي ما عندي حساب إعلانات. حساب الإعلانات ننشئه من هنا. من هنا. ممكن أضيف حساب إعلانات.
add account request or create. أنا عندي واحد موجود، بس هذا الواحد الموجود مثلا مين اللي بيشتغل عليه؟ add people. مثلا الآن في اثنين، في عندي حسابي الشخصي أو حساب اللي أنا عملته للوركشوب. طيب إذا ضغطت الحساب اللي أنا معمول للوركشوب، هذا مش معمول عليه أي أساين، ما بيقدر يشتغل على الآد. إذا دخلنا نعمل الآد مش هيوري، ما مش هيديني الصلاحية عشان نشغل الإعلان. طب وإذا اخترت الثاني كمان، هذا مثلا محتاج أعطي صلاحية آدمن. طب الاثنين حاطيهم، حاط لهذا الآدمن ساين people added لهذا الحساب، بعدين بعمل add تاني، لا بعمل add people، بمشي هنا، هذا هعتبره موظف شغال عندي. موظف شغال عندي ممكن يعمل manage creative hub marks، ممكن بس يشوف performance كيف الاد شغال، عدد التفاعل، البجت، ممكن بس يشوف، او ممكن يدير الاعلانات نفسه. هل اعطيه admin access؟ لا، إذا موظف عندي أو فريلانسر مش هياخد الأدمن أكسس. أصلاً الآن كده من الأد أكاونت على البيزنس مانجر، يعني مثلاً أعيد الخطوات تاني، عندي البيزنس مانجر دخلت عليه، ما عم بشغل، خليني أعمل لكم الديمو من أول جديد. دخلت على البيزنس مانجر، عندي الاد عندي مش شغال، دخلت على الاس مانجر ولقيت ان الحساب مش موجود، يقول لي ما عندك ادز اكونت. بمشي هنا بفتح البيزنس سيتنجز، اول خطوه بفتح البيزنس سيتنجز، بمشي على اد اكونت. الاد اكونت هنا بنزل عليه، موجود شخص واحد. طب انا لو مسحت هذا الشخص confirm، عملت له delete، مين بيدير هذا؟ هذا هو الحساب بتاع الادز، اسمه workshop test. حتى الworkshop مش مكتوبه صح، workshop test. بضيف ناس، مين اللي حيدير حساب الاعلانات هذا؟ موجود انا، وحاط لنفسي صلاحيه كامله الادمن اكسس، مظبوط assign. طيب أنا مضيف ناس أكثر، فعندي هنا كمان شخص ثاني، مين هاد؟ هذا حسابي أنا انشأته لهذه الدورة، أعتبر موظف أو فريلانسر، أعطي الأكسس عشان يدير الإعلانات عندي على الفيسبوك ويتابع الإعلانات. هل محتاج إن هو بس يتابع؟ أفتح هذه. هل محتاج إن هو يشتغل على الكرياتيف هاب؟ ممكن أفتح له هذا. هل محتاج إن هو ينشأ الإعلانات؟ بعطيه هذا الأكسس. بس كأدمن صح ما بعطي ادمن اكسس لاي حد الا شخص بكون بثق فيه، وحتى في هذه الحاله بكون بطريقه مؤقته. فادمن اكسس اعطي، لا افتح له بس مانج كامبين، بعمل اساين. الان هذول الاثنين ممكن ينشوا اعلانات. فلو مشيت بهذه الخطوه المفروض احلل لك موضوع انشاء الاعلانات باستخدام من خلال البزنس مانجر، تدخل بعدين على البزنس ادز ممكن تنشئ الاعلانات. خلينا نشوف باقي الأسئلة. ليش حدد فيسبوك بحد أقصى 4 أيام؟ طيب فيسبوك محتاج وقت لحد ما الألجوريزم عنده يشتغل. الألجوريزم عنده بيعمل ريسيت كل 24 ساعة، ألجوريزم الفيسبوك بيعمل كل 24 ساعة. يفضل ما نعدل أي شيء على الإعلان لمدة 24 ساعة. خلال 24 ساعة إذا إنشأنا إعلان، إذا عدلنا عليه بيخرب. إذا الإعلان نفسه عدلنا عليه أكثر من مرة، الإعلان عندي بيخرب، مش حجيب النتائج أو الصحيحة اللي أنا محتاج أشوفها. أنا في النهاية محتاج أشوف النتائج عشان على أساسها أعمل أتخذ قرارات عن نوع الإعلانات الثانية اللي أنا حنشأها. لما بفتح إعلانات بعدل عليها كثير وفيسبوك ما بيعطيني التحليلات الصحيحة، القرارات اللي انا هاخدها على هذه التحليلات هتكون قرارات خاطئه. فيسبوك نفسه بيقول لنا الالجوريزم عندي بيتغير كل 24 ساعه،
على اي اعلان. وفي نفس الوقت الفيسبوك نفسه بيقول لنا 4 ايام نحن محتاجين، نحن عندنا اي اي سيستم، نحن هدفنا، الهدف اللي انا تكلمت فيه امبارح هتكلم فيه اليوم، الهدف من فيسبوك وانستغرام لما بديروا او هذه المنصه اللي بتدير فيسبوك وانستغرام محتاجين الاودينس عندهم جماهيرهم هم يكون عالي. كيف بيجيبوها؟ انه متعه التصفح، اذا شخص بيتصفح على الانستغرام اذا بيطلع له اعلان بين كل بوست وبوست الناس هتزهج من الانستغرام وهتبدا تطلع من الانستغرام. فبهمهم جدا ان المتصفحين الاكسبيرينس بتاعت التصفح على الانستغرام تكون ممتعه تكون جذابه. في نفس الوقت هم بيستفيدوا من المعلنين، دخلهم الاساسي بيجي من المعلنين، محتاجين ان المعلنين يستفيدوا. فيسبوك وانستغرام بيعرفوا تصرفاتكم، اذا عملتوا 10 لايك او 50 لايك في خلال سنه سنتين او 5 سنين بيكون فاهمين الاشياء اللي انتم بتحبوها اكثر من اي منصه ثانيه، وعلى اساسها هيبتدوا يوصل لكم اعلانات بتاعت المعلنين على اساس انه في احتمال اكبر انه الاعلانات تكون مناسبه لكم انتم. بس الحاجه دي ممكن تاخذ يوم يومين ثلاثه وحتى 4، وعشان يطلع لك النتائج الصحيحه فيسبوك بيقول انا محتاج 4 ايام. في شيء ثاني، في منصه فيسبوك ما في اعلان بيتم اكثر من 30 يوم. في حاجه ثانيه كمان عايز اشرحها لكم ومهمه جدا، في حاجه اسمها الاعلانات المتعبه exhausted ads. بنشئ اعلان بشوف الاعلان ماشي عندي بطريقه صحيحه وسليمه والتفاعل والانجيجمنت وكل شيء ماشي تمام، كان من اروع النتائج، جاب لي من اروع النتائج، بعد 30 يوم لقيت النتائج بقت تضعف. بحاول اشغل الاعلان نفسه، بعمل له دوبليكيت وحاول اشغله نفسه، بحس انه ما بيجيب نفس النتائج. ليش؟ هذا اسمه اعلان اكزاستد، معناته يا الجماهير تعبت منك يا انت خلاص استفدت استفاده كامله من هذا الاعلان، ولازم تبتدي تعمل دوبليكيت وبعدين تعدل عليه. يعني ما بنعدل نفس الاعلان، نحن دائما نعمل دوبليكيت للاعلان او ننشئ اعلان جديد مختلف تماما. ففي النهايه بالطريقه هذه ممكن نستفيد. طيب عشان حضرتك شير ازاي اعرف احسن توقيت لعملاء لعمل الاعلان عشان يجيب نتيجه كويسه؟ في النهايه في عندنا statistics ممكن نشوفها اونلاين. في النهايه حسب الجماهير الموجوده عندكم، في جماهير مثلا، يعني مثلا في عملت انا مانجمنت ل ناس بالفاشن، ناس بالفاشن مصمم ازياء، كنت بعمل له اعلانات، وبالعاده الانستغرام التفاعل عنده الصباح بيكون عالي. يعني نحن عندنا تقريبا في كل مكان مش بالظهر، بالصباح، فترة صباحية قبل الساعة 11 صباحا تفاعل الانستغرام دائما بيكون عالي. فلما ابتديت حاولت انزل التفاعل اول اسبوع انزل الفترات الصباحية، لقيت الفترات الصباحية التفاعل مش زي باقي الايام. ففي النهاية انا بحاول انزل البوست في ايام مختلفة في اوقات مختلفة، والفيسبوك اناليتكس نفسه ممكن يجيب لنا اوقات التفاعل، ممكن يوريك ان وقت التفاعل على الحساب الموجود عندك بالجماهير الموجودين عندك كذا. هذا كله بيكون موجود بالاناليتكس. بس انا كنت شغال معه مصمم الازياء، لقيت بيقول لي الناس، احنا في مجالنا الناس بتنام لحد الساعه 12، فنحن ما عندنا دوام. نحن عشان كده نشوف ان التفاعل بيبتدي بعد الساعه 2 بعد الساعه 3، بين فتره الساعه 2 الظهر للساعه 5 الظهر كان التفاعل عنده عالي. وفي النهاية حسب الجماهير الموجودة عندكم، فشوفوا الفترة الصباحية. أنا ممكن أعطيكم مثلا هذا هو الوقت المناسب عشان نزل على الانستغرام، وفي ناس بتقول مثلا فترة صباحية، في ناس بتقول اللي هو بعد الدوام، بعد الدوام أنا ما شفت التفاعل، ناس بتقول بالليل قبل ما يناموا. الفترة الصباحية عندي كانت أكثر شيء فعال. إذا الناس بتشوف البوست بالصباح أول ما بيصحوا بيشرب القهوة بيشوف الانستغرام، هذا بيكون أنسب وقت عشان يذكر البوست وتفاعلوا مع البوست.
يعني قصدك الإعلان ما أصير أعيده مرة تانية؟ الإعلان إذا مر عليه 30 يوم لا ما تعيدي مرة تانية، بفضل إنه نغير فيه شيء أو بفضل إنه نعمل دوبليكت على الأقل تعيد تشغيل الإعلان. عندنا مثلا إعلانات الريتش، إعلانات الريتش دائما بنضيف عليها الفريكونسي. الفريكونسي اللي هي عبارة عن الإعلان يسهر مرة واثنين وثلاثة وأربعة. الفريكونسي عندي مثلا أنا محتاج إن نفس الشخص يشوف إعلاني مرتين بالأسبوع لمدة شهر، نفس الشخص أنا محتاج يشوف إعلاني مرتين باليوم عشان يذكروني. أنا عندي حملة أجريسيف داخل فيها بكل تقلي، محتاج إن الناس يشوفوا الإعلان أكثر من مرة، يمكن حتى 4 5 مرات باليوم. فهذا كله ممكن نعمله، بس في النهاية ما تستخدموا نفس الإعلان أو تشغلوا نفس الإعلان أكثر بعد 30 يوم. صح اني اعمل اعلان بشكل يومي حتى لو مش في موسم البيع، ايوه، لانه انت في النهايه محتاجه انه يكون عندك جماهيرك متابعينك لما نيجي موسم البيع. يعني نحن في النهايه عندنا الكونسيدريشن وعندنا الكونفرجن. كونسيدريشن اذا مش موسم بيع نخليهم متفاعلين معانا، نعطيهم تيبس كيف يلبسوا، نعطيهم اخبار عن الفاشن، نعطيهم اشياء مسليه ممتعه، نعطيهم أفكار جديدة كيف يستخدموا ملابسنا عشان يلبسوا مثلا، نعطيهم معلومات طريفة، نعطيهم نصائح. فدائما نخليهم مربوطين معانا، دائما نخليهم engaged. لما نيجي موسم البيع، وموسم البيع نزل هتشوف إن التفاعل عندك والبيع عندك ماشي بطريقة أفضل. كيف ممكن نقرأ جوجل أناليتكس عن تحويل المستهدفين للموقع عن طريق فيسبوك وإنستغرام؟ ما تقدر تقرا جوجل اناليتكس. جوجل اناليتكس وفيسبوك اناليتكس مختلفين تماما. انت ممكن تقرا فيسبوك اناليتكس بتنزل نفس الكود موجود عندك على فيسبوك، بتنزل على الموقع، ومن خلال هذا الكود ممكن تراجع كل شيء. هيكون تقريبا نفس اناليتك جوجل بس مختلف، فهيكون عندك قراءة على فيسبوك وانستغرام وعندك قراءة على جوجل. إن شاء الله أكون جاوبت على أسئلتكم بطريقة سليمة والصورة تكون وضحت. إذا لسه محتاجين عندكم أسئلة نزلوها هنا وحننتقل للفقرة الجاية. بس قبل ما ننتقل شايف في عندي سؤال تاني. كنت حابة أعمل البيج بتاعت انستجرام عندي فعلا لكن ما تقبلش، فحسيت لو أعرف منك فعلا هو فعلا ماركتنج. طيب قدمت فيريكيشن كنت حابة أعمل البيج بتاعت انستجرام عندي، طلب الانستغرام فعلا لكن ما تقبلش، فحسسك لو اعرف منك فعلا هو فعلا ماركتنج الخطوات الصحيحه لي، ولا ينفع الاكونت العادي فيريفيكيشن على اي اكونت. Can you show one complete advertisement advance from start to finish؟ بكره ان شاء الله هظبط الاعلان اللي عندي، هعمل لكم إعلان أدفانس من أول لنهايته. طيب أستاذة رنا أحاول أفهم منك السؤال أكتر، أنت حبيتي تعملي فيريفيكيشن للإنستغرام البيزنس، جيت لو توضحي لي أكتر. أوكي طيب خلينا نمشي في استراتيجيات اللي أنا حكيت لكم عنها في موضوع الـ A-B testing، موضوع الـ Ad splitting. الـ A-B testing هو نفسه الـ split ad، تمام؟ لما بنشتغل عليها، لما بنعمل إعلان من عندنا هنا، لما بنحدد الـ campaign نفسه، هذا هو الـ A-B testing. لما بنعمل start للـ A-B testing، نبتدي عليه، تمام؟ نمشي next. هذا هو الـ A-B testing. الـ A-B testing عندنا لما بنحاول ننشئ أكثر من إعلان على أساس إنه نشوف أي إعلان اللي هيشتغل أفضل. الـ A-B testing عندنا على أي نوع، على أي أساس بيشتغل؟ الـ A-B testing مثلا عاوز أشوف، عاوز أغير نوع الإعلان أو عاوز أغير الجماهير أو عاوز أغير الـ placement.
فمثلا البلايسمنت عندي عايز اشوف هل حتفاعلوا اكثر عندي على ابو ظبي ولا على دبي، فبحاول احدد انشئ اعلانين او اكثر عشان اشوف كيف ممكن الاعلان يشتغل واي واحد ممكن استفيد منه. وبعض مرات فيسبوك بيكفل لك الاعلان نفسه وبكمل لك في الاعلان اللي هو فعال اكثر. خليني اشرح لكم اكثر. أستاذ روبرت، الشاشة لو أيوة سمحت. البرزنتيشن. أكيد. نمشي هنا بيتات. طيب لو عاوزين نعمل مثلا engagement، مشينا في engagement post engagement عملنا continue تمام، مشينا ابتدينا في ال A-B testing get started، هنكمل في A-B testing نمشي هنا add set مثلا demo 4. البادجت اللي عندنا هخليها نفس البادجت، بادجت يومية start date من كذا end date لحد مثلا 4 أيام. add schedule، add schedule هذا لازم أغير أنا لي مثلا هنا ممكن يعطيني حتى can schedule hours بس مش موجودة عندي لأنه أنا مفروض أحدد من هنا اللايف تايم. إذا عندي بس ديلي بادجت ما بقدر أحدد الأوقات اللي ممكن أنزل فيها الإعلان. لو حولت لللايف تايم الآن ممكن أعدل، ممكن أعدل مثلا أنا محتاج، أنا قلت الفترة الصباحية بالنسبة لي مفيدة صح؟ فمثلا هذه الفترة فقط الساعة 9 صباحا و10 صباحا و11 صباحا لحد الساعة 12، هذه هي الفترة. create new audience أو save the audience، أخلي نفس الـ audience. placement نعم نعمل manual facebook no more options devices. في شيء مهم هنا devices، الديفايسز إذا عندنا نعمل موبايل أبلكيشن خاصة دائما من حد سواء كان أندرويد أو أي أو إس، يعني مثلا نوع الموبايل اللي أنا محتاج الناس تنزل عليه. Only connected to Wi-Fi مش محتاجينها في دولة الإمارات بس في بعض البلدان الداتا بتكون مثلا غالية فبنحاول بس لما يكونوا connected للواي-فاي. طيب صفحات عندي مش مربوطة فبدل ما اعمل انستغرام هعمل فيسبوك بليسمنت هنا نعمل فيسبوك لانه انا لسه ما انشأت حساب الانستغرام للاكونت الجديد اللي انا شغال عليه اللي هو باربر اند سبا. ننزل تحت create ad existing ad ونشوف create ad. Select an image, add a media, add image. ممكن انزل عندي ميل اكونت، ممكن اخذ stock images. ايش هو stock images؟ الستوك images هو جايين ممكن نستخدمه مجانا لحملاتنا الاعلانيه على فيسبوك. يعني مثلا خلينا نشوف لو ممكن نلقى باربر. هذه الايمجز ممكن نستعملها ومزوده بشاتر ستوك. شاتر ستوك مزود هذا معاني لايف بجت. الان حرد على هذا السؤال. الباربر مثلا بحاول اشوف الصور الموجوده المتعلقه بالباربر على اساس انه اشتغل عليها. اذا مثلا اخترت هذا نزلت صوره، شايفين كيف عليها فيها شاتر ستوك؟ الوارمارك الموجود عليها كله بيروح بس من شغل الاعلان الوارمارك بيروح
فهذه خاصية حلوة جدا في فيسبوك، عشان ما نعتمد على الجرافيك ديزاينرز إن يطلعوا لنا صورة. ممكن نستخدم صورة من الشاتر ستوك مباشرة، ومسموح لنا إنه نستعملها في الإعلانات المدفوعة. بس باربرا داون كول تو اكشن. طيب انا ممكن اضيف كول تو اكشن، وبعض المرات ما بضيف اي كول تو اكشن، خاصه الانجيجمنت. لما بعمل انجيجمنت مثلا محتاج انهم يتفاعلوا مع صفحه مباشره، سواء كانوا بيعطوا لايك شير او كومنت، فبخليهم مثلا ما بضيف اي زر، بخليها زي ما هو. فيسبوك بيكسل، لما بضيف فيسبوك بيكسل فيسبوك بيكسل لإنشاء فيسبوك بيكسل، هذا هو الكود، لأن أنا مش موجود عندي كود الآن، أنا ما منشئ أي كود تحت هذا الحساب على البيزنس مانجر. ممكن كان أختاره من هنا، إذا كان منشئ عندي على حسب الموقع الموجود كنت بنشئ. يعني مثلا من هنا إذا عندي مثلا باربر، إذا عندي بيكسل بضيفه، إذا ما عندي بيكسل بسميه باربر بيكسل، اللي هو بينزل عندي، بينزل على الويب سايت، الويب سايت المخصص للباربر، وعلى اساسه اذا موجود عندي الموقع بكتب مباشره، يفضل ان اكتب مباشره، اذا مش موجود بعمل next continue what I was doing set up pixel now add code using partner integration manually. partner مثلا ممكن على الشوبيفاي، لو عندي شوبيفاي، شوبيفاي مباشره تضغط عليه بيعطيك الكود، بيقول لك وين البارتنرز مع مين شغال. شوبيفاي موجود عندنا هنا، شوبيفاي في ويكس، عندنا السكوير سبيس، وو كوميرس، ممكن اضيف الكود معه مباشرة. اذا مش محتاج اضيف بارتنر هضيفه بنفسي، عندي موقع مخصص اعمله على الووردبريس او اي مكان تاني، واضغط عليه اعطاني الكود. هذا هو شكل الكود. فلما بتكلم على البيكسل، انه بناخد بيكسل من فيسبوك ومنضيفه على الموقع، هذا هو، شايفين كوبي، هذا هو الكود اللي انا محتاج انزل عندي بالموقع. في طريقه ثانيه عشان اطلع البيكسل، اللي هي داتا سورس بيكسلز. انا الان انشات هذا البيكسل باربر بيكسل موجود عندي هنا، نفس اللي انشاته عندي في الاعلانات ظهر عندي الان على البيزنس مانجر. ايميل انستراكشنز، لو انا مثلا عندي ديفلوبر هو شغال على الموقع، بدل ما انا اخذ البكسل واحاول اوصل البكسل اعمل كوبي واعمل بيست بمكان واغلط في هذا المكان، اطلب الايميل، بنزل الايميل سواء كان ديفلوبر، العميل او اي شخص مسؤول عن الموقع، بنزل الايميل من هنا وبعمل لهم that's traffic email instructions. من هنا ببعت الايميل زي ما هو. at Instagram placement، إذا عندنا انستغرام ممكن أضيف انستغرام عشان الإعلان كمان يطلع على الانستغرام، للأسف ما عندنا انستغرام. ads wrap use existing ads، عملنا الاد، placement to edit، يعني الآن إحنا حيطلع عندنا في الانستنت articles، وحيطلع عندنا في news feed على الفيسبوك، وحيطلع عندنا in stream videos و search results على الفيسبوك. إذا واحد فيهم أنا محتاج أغيره بضيف عليهم، ومنها مثلا هذا البليسمنت الموجود محتاج، اذا مثلا بيطلع عندي بال ان ستور ارتكلز، اللي هي بعض المواقع الويب سايت اللي بتكون شريكه مع فيسبوك وبتظهر اعلاناتها، اللي هو كمان ممكن اوريكم كيف تطلعوا لسه. هذه ممكن مثلا التكست يكون مختلف شويه، reset your start day، نعمل الساعة 10 PM.
عملنا auto placement more options and skip. مش هنا شايفين هذه العلامة الحمراء؟ معناته في عندي خطأ، عندي خطأ بالإعلانات، عندي في شيء خاطئ، تمام؟ بمشي عليه no payment method، يعني هذا الإعلان عندي جديد، فحتى الـ payment method كـ credit card مش مضيفة أنا على هذا حساب الإعلانات، فأنا محتاج مطلع لي حتى هو نفسه مطلع عليه هنا، قال لي no payment method added، أدخل على الأكونت learn more، أضغط على اللينك عشان أشوف إيش ممكن أعمل. معطيني هنا تعليمات وين ممكن أمشي على أساس أضيف حساب الكريدت. طب وين ممكن أضيفه أنا إذا موجود هنا؟ بمشي على البيزنس مانجر. بيلينك موجود عندي هنا. هنا لو دخلت على البيزنس سيتنجز. payments add payment method فممكن اضيفه من اكثر من مكان بالعاده انا بضيفه من هنا بس ان شاء الله على بكره حضيفه وفي حد طالب مني انه انشا اعلان ادفانس من اوله لنهايته اليوم بعطيكم استراتيجيات خفيفه بكره هنشا معكم اعلان واحده بواحده عشان اوريكم كل الاوبشنز الموجوده فيها وحاخد وقتي معاكم كمان على اساس انه ننشئ اعلان فعال واعلان ممكن تعتمدوا عليه على اساس يجيب تفاعل عالي بس قبل ما ننشئ الإعلان أنا محتاج أتكلم على حاجة اسمها الـ Audience Insight كيف نحن بنجيب الـ Audience الصحيحة على أساس نستهدفها طيب خلينا نكمل في الـ PowerPoint أوريكم بس في استراتيجيتين نحن دائما بنستخدمها على أساس نجيب إعلانات عالية وتفاعل عالي ومحتاج أوصل لها بس بكره هنبتدي هعمل لكم اعلان من اول لنهايته عشان تشوفوا الادفانس اعلان الاشياء الطريقه اللي انا بنشئ بها الاعلانات نرجع للاي بي تيستينج الاي بي تيستينج الان مثلا كان عندي موضوع بليسمنت نزلنا تحت مثلا في اشياء ما اعطاني اوبشنز انا حاولت اعمل اي بي تيستينج لقيت الاوبشنز مش موجوده او محتاج بس اصلح بعض الاشياء عندي في الاد عشان اوريكم كيف نعمل الاي بي تيستينج بس الاي بي تيستينج ايش الهدف منه الهدف منه انه انا اذا عاوز اعمل اثنين بليسمنت مثلا محتاج انه اعمل اعلان على الانستغرام وعلى الفيسبوك اشوف كيف التفاعل حيكون معاه الاي بي تيستينج ممكن تعمل بعد ما انشئ الاعلان اعمل اي بي تيستينج اقول نفس هذا الاعلان في الاد سيت تذكروا ان عندنا كامبين وبعدين عندنا اد سيت وبعدين عندنا ادز فالاد سيت ممكن اعمل عليه تعديلات ممكن اغير في البجت اغير في الوقت مثلا عملت اعلانات عايز اعلان يكون من 9 ل 12 وعايز اعلان يكون عندي الفتره المسائيه من 6 ل 9 اي واحد هيتفاعل معاه اكثر انا بعرف انه جماهيري بس انا لازم اتعلم منهم جماهير لازم افهم اسلوبهم تصرفاتهم سلوكهم فالحاجات دي كلها بتساعدني انه اتعرف اكثر ومش محتاج بجت عالي يعني انا حاجات زي دي اعلانات بحط عليها 20 درهم بحط عليها 10 دراهم 15 درهم بس عشان افهم سلوكيات الفئه المستهدفه عندي طيب الـ A/B testing واحده من الاشياء duplicate an existing ad بكون عندي ad شغال وان شاء الله بكره حامل قدامكم الـ A/B testing عشان تشوف كيف انا بشتغل عليه بعمل مثلا duplicating على existing ad الـ existing ad اللي بعمل عليه duplicating بعدل عليه شويه حاجات بخليهم يشتغلوا مع بعض فيا اما بنعمل duplicate لـ existing ad او بنعمل duplicate لـ ad set او ad نفسه خليني أوريكم هنا مثلا ولا نمشي على الـ Ads Manager أنا أنشأت قدامكم الـ Brand Awareness أو الـ Engagement أنشأنا الـ Engagement صحيح؟ نضغط على الـ Engagement الـ Engagement هذا هو الـ Campaign هذا هو الـ Ads Set وهذا هو الـ Ads نراجع ثاني الـ Campaign اللي هو منحدد فيه هدف الـ Campaign سواء كان Awareness سواء كان Conversion سواء كان consideration لما بنمشي على الاد سيت الاد سيت اللي هو بنحدد فيه المكان البليسمنت جماهير المستهدفه البادجت الوقت لما بنمشي على الاد نفسه الاد نفسه بنحدد نوع الاعلان اللي نحن حننشئه فمثلا
انا محتاج اعمل اي بي تيستينج على هذا، بمشي بعمل عليه الاي بي تيستينج مش موجود لانه في ايرور، شايفين؟ publish your selected ad عشان تعمل الاي بي تيستينج، وانا ما بقدر اعمل publish لانه عندي لسه على السراب، عندي مش مخلص، فبس اخلص السيت اب اليوم، بكره هعرض عليكم الاعلان من اول لنهايته. فمن هنا انا بعمل اي بي تيستينج، بحاول اعمل تيست مثلا بحط صورتين مختلفين من الاي ستوك مثلا، اشوف اي صوره بتجذب اكثر. فهذا هو يعتبر السبليت تيستينج او الاي بي تيستينج. ممكن بس لما نقول اي بي بس مش معناه انه بس اعلانين، ممكن ننشأ لحد 15 اعلانات ونتابعهم. directly from experiments. The experiments عندنا هنا. نمشي هنا. هذه هي الاكسبيرمنتس. لما ندوس على الاكسبيرمنتس، اكسبيرمنتس يعني انا محتاج، انا مثلا عندي خطه كامبين جديده. ماركتنج كامبين جديده، او كنت مستهدف جمهور معين ببرودكتس معينه، فجاه حولت وجبت برودكت مختلف تماما. مثلا انا كنت ببيع جزم، الان ببيع شرابات. ممكن يكون نفس الجماهير، مظبوط؟ اللي يشتري الجزمه ممكن ياخذ معاه شراب. طب واذا ببيع مثلا مراوح فانس، هل حيكون نفس الجماهير؟ ممكن ما يكون نفس الجماهير. فبعمل من الاكسبيرمنتس اللي هي هنا، بعمل حاجه اسمها يا اي بي تيستينج يا هولد اوت تيست يا براند سيرفي. البراند سيرفي اللي هو عايز اعرف الناس شعورهم عن البراند. الهولد اوت جروب بيركز على الكونفرجن اللي بيجيب من الفيسبوك اد، والاي بي تيستينج بنجرب نحن ديفرنت اد سيت. يعني بالمختصر المفيد، براند سيفتي بركز على البراند، الهولد اوت تيست بركز على الكونفرجن. يعني انا عملت اعلان، مين اللي بيشتركم، واحد حيشتري، وايش الاستفاده صرف الاعلان مقابل انه الدخل او العائد من الاعلانات. الاي بي تيستينج اللي هو ممكن يكون تيست على اكثر من شيء معين، وبالعاده حتى بقول لك ريكومندد فور يو. When creating a new campaign. أنا حاولت الآن أعمل create new campaign، بس السيركس عندي الآد عندي البلاتفورم جديدة، فما كان عندي الفرصة بتاعت الـ AB campaign اللي أنا كنت محتاج أعملها. بس بالعادة لما بننشئ إعلان new campaign، ممكن من هنا نختار الـ AB testing. أنا كنت بنشئ إعلان جديد وين؟ نشيت في الآد. أول ما جيت أنشئ new campaign، مثلا اخترت ترافيك، كونتينيو. هذا هو الاي بي تيستينج، جيت ستارتد، ابتدي اعمل الاي بي تيستينج. كومن سيناريو برومبتس اللي هو لو نجرب بزنس استراتيجي جديد، عندنا بزنس استراتيجي سيناريوهات نشتغل عليها الاي بي تيستينج. نكبر كده. Best practices لل A-B testing. ال A-B testing لما نحن نشتغل عليه، في ناس ممكن يعمل عليها أخطاء، وفي ممكن ما يتعامل بطريقة صحيحة. واحدة من الأخطاء اللي أنا بنشتغل عليها، وحتى أنا أول ما ابتديت أعمل A-B testing كنت بعمل نفس الخطأ. بفتح ال A-B testing وبحدد مثلا، بحاول أعمل إعلانين على الطاير، بحاول مثلا أقول بنشئ الإعلان الأول وعايز أعمل الـ A/B testing الثاني، وحتى مش عارف أساسا علاش أعمل testing. فخلينا نجرب الـ placement، وبعمل الـ placement وما بكون أعمل عليه دراسة، ما بكون أعمل أي شيء. أول شيء لازم نعمله اللي هي دي focus on measurable hypothesis، الفرضيات الموجودة. أنا عامل دراسة، عندي 3-4 فرضيات أو أشياء أنا مش متأكد أي واحد حينجح، بعمل عليه دراسة على أساس إنه أشوف إيش اللي حستفيد منه أكتر. هل هذا هو مثلا، أنا عارف جماهيري بس عندي شك بين هذا وهذا، هذا هو ممكن أستفيد فيه في الـ A-B testing. هذه واحدة من الأشياء للأسف أغلب الناس بيفتح الـ A-B testing وبيحاول ينشو إعلان تاني على أساس نشوف إيش اللي حيحصل. حاول تعمل دراسة أو حاولوا تدرس الجماهير الموجودة عندكم. يعني الآن أنا بقدم الدورة التدريبية، ما عمل دراسة على، أنا عملت مثلا أنشأت
حسابات وهمية، بس عشان أعمل دراسة على الجماهير وأعمل دراسة على الأماكن وأعمل دراسة على كل هذا الشيء ممكن ياخذ وقت. فمهم جدا ان انت تعمل هذه الدراسه. انا ما حاملها خلال الورك شوب، لان بعمر تاخذ مني اسبوع لحد ما افهم الجماهير، اعرف من وين جو. بس بكره خلال الاودينس انسايت هنحاول نقلل الافتراضيات ونحاول نجيب اكثر شيء شبيه لنا، ونحاول نوصل للجماهير بطريقه قريبه. بس only one variable. طيب، واحدة من الأشياء الثانية ممكن تعملها لما بنعمل A B testing. مثلا أنا أنشأت إعلان، الإعلان الثاني هغير فيه مثلا الإعلان نفسه، أو الإعلان الثاني هغير فيه النص فقط، أو الإعلان الثاني هغير فيه المدينة. ما تغيروا أكثر من شيء واحد في الإعلان إذا بنعمل A B testing أو split testing للإعلانات. انشأنا اعلان، عايزين نشوف اعلان تاني كيف حيشتغل، واي واحد فيهم حيشتغل اكتر. التغيير بيناتهم يكون تغيير شيء واحد فقط، عشان نعرف اذا غيرنا اكتر من شيء مش حنعرف ليش هذا الاعلان اشتغل بطريقه افضل. مش حنعرف هل هو بسبب المكان، بسبب الاعلان نفسه، بسبب الصوره نفسها. فهذا شيء مهم جدا انه تغير واحد. ممكن تنشأ اكتر من اعلان وتحط على كل واحد فيهم 5 دراهم 6 دراهم، بس اهم حاجه تنشأ الاعلانات كلها عشان الصوره عندك توضح بطريقة سليمة. الشيء الثالث اللي أنا ذكرته هنا use an ideal audience for the test، هو نفس اللي اتكلمت فيه، إنه لازم تكون حصرت جماهيرك الفئة المستهدفة وعملت عليها دراسة وفاهم بالضبط أنت مين مستهدف، لأنه هذه من أول الأشياء اللي لازم تعرفها. لازم تعرف من هي الفئة المستهدفة، وتكون عندك لستة كاملة سجل عندك في الفيسبوك للفئة المستهدفة اللي انت حتركز عليها. Use an idle time frame، وريتكم كيف ممكن تشغل الوقت عشان تفهموا الفئة المستهدفة عندكم والوقت المناسب، لأنه إذا الأشياء دي مش موجودة، هذه من أول الأشياء المفروض تشتغل عليها، تفهموا من هي الفئة المستهدفة بطريقة سليمة والوقت المفروض تستهدفوا فيه. Set an idle budget for your test، البادجت عندي ما بتغير. انا لما بعمل اي بي تيستينج البادجت بفهم، بحاول افهم في الاول، بس البادجت اللي انا بشتغل عليه ما بتغير. يعني مثلا فتحت انا اد سيتنج، كل واحد فيهم بياخد 5 دراهم، كل واحد فيهم بياخد 10 دراهم، مش اكتر او مش اقل، او مش بادجت مختلف. ليش؟ عشان افهم، ما لو مثلا فيها المستهدف عندي سليمه وحطيت صوره يمكن تكون فعاله يمكن تكون لا، وحطيت صوره ثانيه ما بعرف اي صوره فعاله، ما ينفع احط على هذه الصوره 50 درهم وهذه الصوره 5 دراهم واحاول اقارن التفاعل. لا، لازم يكون نفس البادجت عشان نتاكد انه اي صوره هي الافضل. طيب، الشيء الثاني اللي هو كامبين بادجت اوبتمايزيشن. كامبين بادجت اوبتمايزيشن، نحن لما ننشئ الاعلان في عندنا الاي بي تيستينج وفي عندنا كامبين بادجت اوبتمايزيشن. طب ايش هو الكامبين بادجت اوبتمايزيشن؟ مثلا انا عندي الديلي بادجت احط مبلغ شويه عالي 100 درهم، تمام؟ الفكره منه ان بالاد سيت هنا بنشئ اكثر من اد سيت واحد، انشات اكثر من اد سيت واحد وشغلت عليه الكامبين بادجت اوبتمايزيشن. الأدسيت نفسه بيوريني مثلا، هو شاف، فيسبوك شاف ان انا انشات 4 أدسيت. الأدسيت هو اللي بيكون مسؤول على البليسمنت، هل هو انستغرام او فيسبوك، بيكون مسؤول على الفئة المستهدفة، بيكون مسؤول على الوقت، بيكون خلينا نفتح هنا عشان اوريكم. مثلا الترافيك عاوزينه من الويب سايت من الاب، هذا كله الاد سيت. الاوفر، بفتح اوفر، باربر، يعني كيف ما شفته هو فتح لي الاوفر. هذا لما كنت بحاول اعمل الاوفر في الانجيجمنت، كنت بحاول اعمل الكامبين اوفر كامبين، هذا هو الاوفر هنا موجود عندي. create offer مثلا
get 50% off your first haircut. تاخذ 50% off من الهير كات بتاعتك. معلش انا هرجع شويه لموضوع الانجيجمنت عشان اشرح لكم كيف نعمل نحن الديسكاونت كود في الانجيجمنت. نحن لما كنا عملنا الانجيجمنت حاولت اعمل الكليم اوفر عشان الناس تاخذ ديسكاونت، تاخذ الكوبون وياخذوا الديسكاونت، وما شفته ولا ما فتح معي. فالان شفتها، بس اوريكم كيف حنشيل الاعلان هذا بسرعه، اوريكم كيف ممكن نعمل الكوبون عليه. ديتيلز اوفر hurry up offer ends tomorrow end date. نحن قلنا بكره بكره. ليش الكامبين عندنا هيشتغل 24 ساعه؟ او offer ends soon وشغل لمده 5 ايام. اونلاين هل في عندنا URL للأوفر؟ هل في one code كوبون مثلاً؟ happy me هذا هو الكوبون، تمام؟ ممكن ننشئ كوبون واحد يدخل على URL بدخل الكوبون وبيشتري مثلاً قسيمة عشان يأخذ الهير كات. كده أنا أخذت إيش؟ إيميله واسمه، مظبوط؟ أو in store ممكن يجي على المحل يقولوا لي عندنا 50% of coupon أو الاثنين مع بعض. اوكي، فمن خلاله ممكن ننشئ المحتاج اليورو. total available عندنا 50 بس، أول 50 بياخدوا 50% off. هذا شير بوتن، لا أنا محتاج إن هم يعملوا شير عشان إذا أي حد شاف الإعلان وعمل شير لصديقه عشان الاثنين يجوا. term and conditions بالعادة فيسبوك عنده term and conditions، بس إذا كان عندي ممكن أضيفه هنا. I accept this offer in certain locations. عندي بس أماكن معينة بعطي عليها الأوفر، مش كل الأماكن، وهذا كمان نحن بنشوفه حتى في أبو ظبي موجودة، في بعض الأماكن يكون فيها الأوفر، بعض الأماكن مش موجود فيها الأوفر بنفس المحل. No business selected، هنا المفروض أدخل العنوان دبي. No location found، هنا بندخل العنوان كاملا، بجيب اللوكيشن لان اللوكيشن بيكون عندنا مسجل، نعمل على الاوفر يمشي على المحل ياخذ الاوفر. هذا هو بيكون شكل الاعلان. طبعا الصوره بتكون موجوده هنا بعد ما نحدد البوست، نوعيه البوست بنزل عندنا هنا، وهذا هو بيكون شكل الاعلان. طيب وريتكم هذا الاد سيت، خلينا نرجع للكامبين بادجت اوبتمايزيشن. كامبين بادجت اوبتمايزيشن في عندنا الاد سيت، في عنده كذا، عندنا البليسمنت، في عندنا الاودينس جماهير المستهدفه. بليسمنت هذا هل حينزل على الفيسبوك ولا انستغرام، وين بينزل بفيسبوك وين بينزل في انستغرام. اوبتمايز اند دليفري اللي حددناه، شايفين هنا اوبتمايز فور لاندنج بيج، عاوزين كليكس، عاوزين امبريشن، ديلي يونيك ريتش ولا لاندنج بيج فيو. ممكن نختار، محتاجين daily unique reach. فمن الاد سيت لما بنعمل اوبتمايزيشن للكامبين بادجت، نحن بنعمل اكثر من اد سيت، اكثر من واحد. لما بنشغل الاعلان البادجت اوبتمايزيشن، كامبين بادجت اوبتمايزيشن، مثلا عندنا اد سيت واحد، عندنا اول كامبين عندنا اد سيت 1 2 3 4 ومعمل ادز الموجود معهم، هو بيختار اي واحد فعال اكثر. يعني انا محدد له مثلا 100 درهم في اليوم وانشات اربع ادس، انشات اربع من هدول، معناتها لازم قسمهم 25 درهم على كل واحد، مزبوط؟ لا، فيسبوك بيشوف اي واحد فعال اكثر واي واحد بيجيب نتائج اعلى بسعر اقل وبركز عليه، ممكن احط عليه 70 درهم والباقي بنزل عليه. الصوره متاخره، بنحاول ننزل عليه صوت الصورة واضحة، تمام. طيب بنحاول ننزل عليه مثلا ممكن واحد فيهم ياخد 70 درهم وال 30 درهم تتقسم على الباقي.
هذا هو الغرض من البادجت كامبين. خليني اشرح لكم على البرزنتيشن هنا. مثلا شايفين عندنا الكامبين هنا، حددنا 30 دولار. اذا مش موجود عندنا البادجت اوبتمايزيشن، سي بي او اللي هو البادجت اوبتمايزيشن كامبين بادجت اوبتمايزيشن، سي بي اي اللي هو كوست بير اكشن، ار او اي اس اللي هو هاي الريتورن اون اد سبند. ريتورن اون اد سبند خلينا نوضح لكم واحد واحده. الكوست بير اكشن، الاكشن مثلا اللي اخذوا كليك او عملوا انجيجمنت او عملنا ريتش، هذا كله اكشن. التكلفه على الاكشن هذا اللي انا كنت مستهدفه كم؟ فهذا نوع من انواع الكي بي اي. نوع ثاني من الكي بي اي ريتورن. الحاجه الثانيه ريتورن اون اد سبند، يعني انا صرفت 100 دولار على الاعلانات، كم جاني دخل من ال 100 دولار؟ مثلا هذا نوع من الكي بي اي، وحده انه اقيس مقياس نجاح الاعلان. انا صرفت 100، هل رجع لي 50 ولا هل رجع لي 1000 ولا هل رجع لي 2000؟ فهذا شيء مهم جدا انه اراجع في اعلاناتي. لما نحن بنعمل بادجت كامبين، هذه واحده من الاشياء يا سي بي اي يا الار او اي اس اللي انا براجعه. اذا موجود عندنا الكامبين بادجت اوبتمايزيشن، شايفين هنا من دونه ال 10 دولار بتقسم عليهم، بس شايفين في واحد فيهم فعال اكثر من غيره. لو شغلنا الكامبين بادجت اوبتمايزيشن هيصرف عليه اكثر من غيره، هذا لانه ثاني واحد فعال هيصرف عليه شويه اكثر من اخر واحد، واخر واحد مش هيصرف عليه كثير خاصه اذا ما بيجيب فايده. طيب هتكلم على اثنين من الاستراتيجيز، ما اظن حيكون عندنا وقت عشان اخلصها. هتكلم بسرعه على اثنين استراتيجيز، وبكره ان شاء الله هفتح قدامكم اعلان من اول لنهايته وتشوف كيف بنشئ الاعلانات وبطبق واحده من هذه الاستراتيجيز. واحده من الاستراتيجيز اللي انا بستخدمها دايناميك ادز، او بالاحرى بنسميها دايناميك برودكت ادز. دايناميك برودكت ادز لما نحن بننزل البكسل عندنا، لما بننزل البكسل وبكون في الناس بتقدر يشتروا ويتفاعلوا مع الاي كوميرس الموجود عندنا، الفيسبوك بيشوف عن طريق الكود الموجود عنده بالويب سايت نوع العملاء اللي بيتفاعلوا معك، بيشوف نوع المشترين، بيشوف الاشياء اللي هم بفضلوها. مثلا في الاعمار 20 ل 25 مثلا بفضلوا نوع، هذا نوع من الشنط. في 30 ل 40 مثلا بفضلوا هذا نوع من الشنط. ففي النهايه لما نحن نعمل ديناميك ادز، ديناميك ادز التكست نعطيه مثلا 5 تكست، ونعطيه اللي هو الكتابه بتيجي على الاعلان، نعطيه 5 انواع برودكتس، او بالعاده ديناميك ادز انا بشغل بين 10 ل 20 برودكت، خلينا نقول 10، 10 انواع تكست مختلف و10 انواع برودكتس مختلف و10 ايش ممكن يكون صور مختلفه. ممكن اعمل 10 تكست اللي هو الهيدر يكون مختلف. لما بشغل الديناميك اد بيبتدي فيسبوك لوحده بشيل واحد من العناوين مع واحده من الصور مع واحده من التكست، بيحطهم مع بعض بيشوف هل هذا حيكون فعال اكثر، ما جاب عليه تفاعل بجرب البعدي بجرب البعدي. خلال 4 ايام فيسبوك بيكون نوع شكل بين الكتابات الموجوده عندي، بين الصور والمنتجات الموجودة عندي، وبين الهيدرز الموجودة عندي، عشان نشوف أي واحد بينجح أكثر. وعلى أساسه نحن في النهاية بتجينا نتائج، وبورينا مثلا هذا النوع من البرودكت مع هذه الكتابة مع هذا التكست جاب نتائج أعلى بكثير من غيره، على أساس نحن كمان هنفهم الفئة المستهدفة عندنا. حتى انا كتبتها دي بتشتغل لما يكون عندك اكثر من 10 او حتى اكثر من 20. الديناميك از قبل ما اشتغلها لازم اتاكد ان الفيسبوك بيكسل عندنا شغال، والبرودكت فيد اللي هو الكتالوج كمان
لازم يكون كله مظبوط عندنا بطريقة صحيحة عشان فيسبوك بيكون بجمع المعلومات صح، وعلى أساسه يرجع الإعلان لنفس الناس اللي دخلوا على الموقع، أو مش شرط الناس اللي دخلوا على الموقع، بس هذه واحدة من الأشياء اللي فيسبوك بياخدها، لأنه هو بيشوف نوعية الناس اللي كانوا بيشتروا في الموقع أو مش نوعيتهم، الأشياء المفضلة عندهم، الانترست نحن بنسميه، لأنه الانترست على أساس الانترست فيسبوك بيكون فاهمهم وبيشوف الناس بانترست مشابه اللي نحن ما وصلنا لهم، فيسبوك بيحاول يعلن ليهم عشان يجيبهم عندنا على الموقع. هذه الأخطاء اللي كانت تحصل معنا، وبصراحة أخطاء شائعة في الديناميك أدز، بكون يا في خطأ في الفيسبوك بيكسل أو برودكت فيد، بكون الناس اللي بيعلن المنتج واحد من المنتجات طلع من الستوك، الناس اللي دخلوا على الموقع وشافوا وحاولوا يشتروا شيء وفي النهاية طلع المنتج مش موجود، في احتمال كبير ما يرجعوا على الموقع، ففادوا إنه أو يكون مكتوب إنه البرودكت مش موجود وما بنمشي عليه إعلانات. Use large product set، كل ما يكون الخيار أكبر كل ما بتدي فرصة للفيسبوك عشان يشكل ينوع ويجيب الإعلان ويكون الإعلان فعال أكثر. Optimize and Purchase Registration Event، لازم طبعا نعمل Optimization، نشوف البرودكت Recommended ونحط جوالس ونراجع الأناليتكس عشان نحسن الديناميك أدس اللي عندنا. طيب آخر شيء حنتكلم عليه اليوم، وحيكون عندنا وقت عشان نجاوب أسئلة، آخر شيء واحدة من الاستراتيجيز اللي كنا بنستعملها في الإعلانات اسمها Social Stalking Method. السوشيال ستوكينج ميثود هو ان نشوف اعلان ناجح يكون عندنا بوست، لان يعني قلنا لما يكون في انجيجمنت، وهذا انا استعملته اكثر من مره وبتجيب نتائج هائله، لما انا يكون عندي انجيجمنت على بوست، نزلت بوست لقيت انجيجمنت عليه عالي، انا قلت لكم نشغل اعلان انجيجمنت عليه مظبوط. طيب في شيء افضل من بس نشغل اعلان انجيجمنت؟ هنشغل اعلان انجيجمنت والاد سيت نعمل منه 10 يكون ماشي على نفس البوست. كيف؟ شايفين هنا اللايكات مثلا على البوست واحد وصل 24000 والشير وصل 20000، نحن وصل عندنا الشير لفوق المليون، وصل عندنا لايكات لأكثر من 5 مليون على بعض البوستات اللي اشتغلنا عليها بنفس هذا المدد. أنا حوريكم كيف. طيب تذكروا إنه عندنا كامبين، كامبين اللي هو بنحدد منه الاوبجكتيف، هل هو awareness, consideration او conversion مظبوط. بعدين عندنا الاد سيت، الاد سيت هو بنحدد في المكان، بنحدد في البليسمنت، هل هينزل فيسبوك انستغرام، بنحدد في البادجت، الوقت، الفئه المستهدفه وهكذا. الاد كل واحد فيهم بيكون عنده اعلان اد معين مظبوط. طيب بدل ما نستعمل هذه الطريقه، البوست الواحد اللي نزلناه اخذ انجيجمنت، نعمل مختلف اد سيتس وكلهم ماشيين على نفس الاعلان. هذه الطريقه ممكن نستخدمها، وهذه ممكن ننشئ مئات منها عشان نصل الى ناس مختلفين. ممكن احط عليها بجت اوبتمايزيشن عشان الفعال ياخذ بجت اكثر، وهذه الطريقه من اكثر الطرق الفعاله اللي احنا اشتغلنا عليها. طب هتقولوا لي كيف ممكن أنشئ كل هاد وأحطه على إعلان واحد؟ هوريكم هنا. مثلا شايفين عندنا ad set مظبوط، وعندنا الادز. من الادز أنا لقيت مثلا عندي ad set واحد حامل عليه وحامل عليه duplicate. تمام، create A/B testing now original campaign existing campaign number of copies ممكن أضيف لحد 100. تمام، بعمل دوبليكيت أو يعني هتطلع علينا كتيرة، خلينا نعمل 2 للوركشوب، نعمل دوبليكيت. فتحنا دوبليكيت، الآن هذا النيو اد سيت كوبي، نيو اد سيت كوبي مظبوط، هذا الأساسي، هدول الاثنين كوبي، هذا الاد اللي اشتغل معانا بطريقه فعاله. انستغرام مش موجود عندي هنا الاد،
اشوف في صفحة نازل عليها بوست. باربرا سبا، معناتها لازم ننزل بوست او ننشئ بوست على هات. هات ايمج، نمشي هات ايمجز. الفكرة اذا ما زبطت الان، الفكرة انه انا حنزل بوست عندي بالسوشيال ميديا بالبيج الموجود عندي، وهذا البوست هاخذ الاي دي الموجود عنده. يعني مثلا لو هذا انا ربطته مع نفس الاد، ممكن انشي عليه وافتح البوست. شايفين هذا الرقم؟ هذا هو رقم البوست. ممكن اشيل هذا رقم البوست وهو البوست نفسه اعلن عليه، وعلى هذا الأساس أضيف هنا كل الـ Ads الـ New Ads الموجودة عندي. لما هذا بتصلح كل الـ New Ads، هتأكد إنه كل الإعلانات ماشية على نفس الـ Ad نفس البوست. من هنا نفس الشيء حيكون نفس البوست. بكرة إن شاء الله حعيد نفس المدى الثاني، حكون ظبطت باقي الإعلانات، حكون نزلت فيها البوستات كلها، لأن أنا شايف الـ Demonstration بيفيدكم أكثر من بس أشرحها على الباوربوينت. أنا اليوم حشرحها على الباوربوينت، بس على التعليقات اللي انا شفتها محتاجين يكون في لايف ديمو حتى على الاعلانات وتشغيل الاعلان من اول لنهايته. فان شاء الله بكره حعمل لكم نفس الطريقه وشغل الاعلانات من اول لنهايته، واوريكم كيف انا بربط كل هدول. بدل ما كل واحد فيهم يكون عنده اعلان مختلف، كلهم حصبوا في اعلان واحد، وكل الكومنتات والشيرات والاشياء هذه كلها بتصب هنا. وفي شيء ثاني صغير عاوز اذكره، بعد ما نعمل هذا الشيء بشيل انا البوست اذا كان موجود بفيسبوك، وبعمل عليه شير في جروبات مشابهة أو جروبات ممكن يكون عليها انترست، عشان كمان اللايكات والشيرات كلها تنزل على هذا البوست. يعني عندنا أكثر من بوست وصلنا للمليون مشارك أو مليون شير، ولأكثر من 5 مليون لايكس. وهذه هي الطريقة، أكثر طريقة فعالة أنا استخدمتها عشان نوصل لهذا الشيء. كنا بنعمل شير، كنا بنمشي الإعلان، لو الإعلان لو جميل البوست تفاعل عليه عالي، نستعمل عليه السوشيال ستاكينج ميثود. هذه بعض نتائج الديمو الموجودة لما بنمشي على الإعلان. هذا واحد من زملائي اشتغلت معه وأنشأنا هذا الإعلان وعلى أساسه، بس البجت كان عالي للشركة. وهذا نفس البوست اللي كان عليه التفاعل حطينا عليه أكثر من أدسيت، كلهم البجت عليهم حوالي 200 ل 100 دولار. هذا كمان كامبين تاني مثل انا لقيته على الانترنت، قلت اوريكم انه السبنت والريتيرن عليه. وفي شيء ثاني، بالعاده البادجت الناس بتحط 100 دولار محتاجين يعملوا 5000 دولار او 100 درهم، بيحاولوا يعملوا 5000 درهم، شيء غير واقعي. لانه في النهايه الا لما توصل للهاي اوبتمايزيشن توصل لهذه المرحله. حتى اكبر شركات ما شفتهم بيحطوا مثلا 100 درهم ويطلعوا منها 2000. السوشيال ميديا كامبينز ما بس في الدخل وكم جابت المبيعات، عندك البراند اويرنس، عندك اشياء تانية بتستفيد منها باشياء اكثر. نفس الحاجه في جوجل ادز، جوجل ادز ممكن تتوقع منها المبيعات اكثر من تتوقع من السوشيال ميديا، بس السوشيال ميديا توقع منها انه بتبني لويالتي، بتبني ولاء من الفئه المستهدفه، بتبني براندنج، وفي نفس الوقت بتعمل سيلز. ان شاء الله ستوكن ميثود تكون وضحت. انا بكره حنشيل لكم اعلان على السوشيال Stalking. طيب آخر شيء عايز أذكر بهذه الدورة، وأنا عارف إنه طولت عليكم وتقريبا ساعتين مرت، آخر شيء عايز أذكره اللي هو الإنستغرام. في ناس كتير بيسألوني، طيب أنا لما بنشئ الإعلانات أي نوع الإعلانات بتنزل على الإنستغرام؟ الجواب بكل بساطة كلهم بينزلوا الا اثنين في بليسمنت مختلف. مثلا الانجيجمنت عندنا ما بينزل على الستوريز في الانستغرام. الستوريز هذا واحد من البليسمنت في الانستغرام، مظبوط؟ الانجيجمنت ما بينزل عندنا على الستوريز. والشيء الثاني اللي هو الستور ترافيك، الستور ترافيك ما بينزل على الاكسبلور.
غير كده اي اعلان ننشر نحن على منصه فيسبوك الادس مانجر كلهم بينزل عندنا على الانستغرام. خلينا نشوف بعض الاسئله الموجوده عندكم. معاني المفرد مثل الأبلاس تايم بادجيتنج تايم الخاص بيها إرسال المعاني المفردات اللي هو له علاقة بكل الفيسبوك أدز، أي شيء بالفيسبوك أد محتاج عليه المفردات. نشوف لو نقدر نوفر دوكيمنت يكون فيها كل المفردات عربي وإنجليزي. من الأستاذ نيفين، كيف ممكن أغير الحساب الإيميل بعد فترة؟ أنا ابتديت مثلا فتحت حساب فيسبوك وعاوز أغير الإيميل، بعد فترة عاوز أغير الإيميل، كيف ممكن أغير؟ هذه ممكن تحاولي من الإعدادات، بس بعض مرات ما ممكن تحول الإيميل، هي إعدادات الحساب الشخصي نفسه ما لها علاقة بالبيج. فالحساب نفسه تحاولي تغير الإيميل من هناك، بس بعض مرات بيكون صعب. إذا ما قدرتي تحاولي تواصل مع سبورت وشوفي حيساعدوك ولا لا. للأسف أستاذ أحمد كان عنده مشكلة في الصوت والصورة. How to achieve cost optimization for ads on Facebook. الـ cost optimization على الفيسبوك هذه مثلا بنحاول ننشئ إعلانات شوية شوية. أنا الطريق الـ cost optimization أنا ما بقدر هذا خلال فترة تكون من احنا شغالين. يعني مثلا في تيب صغير انا بعطيكم، اذا شغلت اعلان وحطيت عليه 7 دراهم واخذ منك 7 دراهم و3 فلس، زيد على نفس الاعلان، زيد عليه واعمل دوبليكيت، الاعلان نفسه بتزيد عليه درهم، بس تعمل دوبليكيت وبتعمل دبل البادجت وشوف اي واحد هيشتغل احسن. صراحة نحن انا لما مثلا بشتغل على السوشيال ميديا انا ما مستحيل من أول شهر نوصل للأوبتمايزيشن مرجو. نحن بناخد أقل حاجة 3 ل 6 شهور نشتغل عليها لحد ما نوصل نتعرف على الداتا ونعرف الفئة المستهدفة ونفهمها أكثر ونشوف أنواع الإعلانات وأنواع البجت وأنواع الأشياء الثانية اللي هي في النهاية في عوامل كثيرة بتأثر. بنشوف أفضل فورمولا أو أفضل أشياء لما نركبها مع بعض بتعطينا أفضل النتائج. أقصد معنى نتحدث اللغة بطلاقة، أقصد معنى البادجت، هل هو مدفوع للفيسبوك أو الرقم المستخدم ده يخص المبيعات؟ البادجت، لو نحن نتكلم على البادجت، البادجت اللي هو المبلغ المخصص اللي نحن بندفعه للفيسبوك. يعني مثلا أنا البادجت عندي للإعلانات على فيسبوك حوالي 1000 درهم، يعني المبلغ اللي أنا مستعد أدفعه لفيسبوك حوالي 1000 درهم، هذا هو البادجت. لو نعمل بادجت اوبتمايزيشن وهذه الاشياء يعني بنحاول البادجت الموجود عندنا نحاول نطلع منها اكبر نتائج او افضل نتائج ممكنه. صح، فيسبوك سبورت في مشكله في التواصل معهم، بس في حاولوا تفتشوا في جوجل، ادخلوا اللايف شات فيسبوك، حاولوا تتواصلوا معهم باللايف شات. في طريقة إن توصلوا لللايف شات، هي صعبة شوية بس حاولوا تعملوا سيرش عشان توصلوا لصفحة اللايف شات، وفي لايف شات مباشرة على المسنجر ممكن تتواصلوا مع فيسبوك.
طيب بتحاول تعمل فيريفاي للاكونت على الانستغرام بزنس. صراحة التوبيك بتاع الفيريفيكيشن ده صعب شوية، في ريكويرمنتس ممكن تشوفوها اونلاين. الاشياء اللي انت محتاجوها عشان توصل لمرحلة انه انستغرام يعمل لكم فيريفيكيشن للاكونت الموجود عندكم. طيب في عندي سؤال، أنا عامل بيج عندي مواعيد عمل يتم الرد في خلال فقط على استفسارات العملاء، أو لازم أرد على استفسارات أي عميل في أي وقت يبعت لي فيه؟ لا مش لازم ترد في أي وقت يبعته فيه، في ممكن نعمل مسج أوتوماتيك، المسج هاد بيرد بيقول أوقات دوامنا من كذا لكذا. فموضوع الرد ممكن المسج يقول أوقات دوامنا أو أول مسج بيطلع سواء كان فيسبوك أو فيسبوك. الرد على المسجات بمجرد ما هم يدخلوا في مسج اوتوماتيك بيظهر، المسج ممكن من خلاله نحدد سيتم الرد بين الساعة كذا للساعة كذا الأيام كذا، أو بعض المرات شكرا للتواصل معنا، رجاء تواصل معنا مباشرة على هذا الرقم في أوقات الدوام التالية. دي واحدة من الحاجات اللي نحن نستعملها للرد على العملاء لما يكون في مسجات كثيرة وما في حد أو ما عندنا تيم يرد على المسجات كلها. ما الهدف من عمل إعلانات يومية بقيمة 5 دقائق لمدة 5 أيام؟ مش بقيمة 5 دراهم. الهدف من عمل إعلانات يومية بقيمة 5 دراهم لمدة 5 أيام إنه أنت بتحاول تحدد، مثلا أنا قلت نعمل أكثر من آد سيت كله ماشينا، الهدف إنه نحن نعرف مين البرفورمانس وين أعلى. لما نوصل لمرحلة نعرف مثلا إنه هاد مثلا أنا حطيت 5 دراهم وجاني 5 لايكات، حطيت 5 دراهم في الإعلان ده جاتني 3 لايكات بس 20 شير، وحطيت 5 دراهم في الإعلان اللي بعديه جاني 100 لايك ولا شير. في النهاية أنا بحدد هل أنا بيهمني اللايكات ولا الشيرات. طيب اللي جاب شير أكتر ركز عليه أكتر، أعمل عليه دوبليكيت وأشغله لمدة 30 يوم. إذا اللايكات بتهمني أكتر، اللي جاب عدد لايكات أكتر ب5 دراهم ابتدي أحط عليه، يعمل عليه دوبليكيت وشغله لمدة 30 يوم. هل البيج فقط لإعلانات فيسبوك ولا يشمل الانستغرام؟ لا، البيج لإعلانات الفيسبوك والانستغرام. هل ممكن ال5 دراهم أن تعمل للحساب؟ ماذا ممكن ال5 دراهم أن تعمل للحساب؟ صعب أحدد لك لأنه على حسب الفئة اللي أنت بتستهدفها. إذا استهدفت أنا مثلا فئة في مصر أو استهدفت فيها في السعودية، التفاعل بيكون مختلف، البجت بيكون مختلف. إذا استهدفت أنا فيها مثلا في بريطانيا واستهدفت فيها في لبنان، التفاعل بيكون مختلف على حسب نوع البوست. على حسب مثلا البوست ممكن يكون أرخص بلبنان على التفاعل من UK، أو ممكن لأن البوست محدد للبنان أكتر اللي تفاعل في UK ممكن يكلف أكتر بس التفاعل في لبنان يكون عالي. فعلى حسب المكان اللي هنتفاعل، مثلا دولة الإمارات والعراق، العراق أو الأردن التفاعل على الفيسبوك عالي جدا، يعني ممكن أنشئ إعلان ب10 دراهم بجيب 3 4 أضعاف 10 أضعاف التفاعل اللي ممكن أجيبه هنا بدولة الإمارات. ففي النهاية حسب الفئة المستهدفة. التجارب، هل هي تجربة هل هي لتجربة نجاح الوصول للفئة المستهدفة أم تحقيق مبيعات؟ الاثنين. أنا في النهاية محتاج أوصل للفئة المستهدفة بطريقة صحيحة، أعرف الفئة المستهدفة، أتأكد من إن هم سمعوا عني، أوريهم علامتي التجارية، أوصل لهم بمواد بتفيدهم، وفي النهاية أحقق أرباح، لأنه في النهاية نحن محتاجين نحقق أرباح. بس ما معناته إن أنا أحط المنتج وأحاول أبيع من أول مرة. أنا محتاج أبني الفئة المستهدفة بتاعتي، أوطي أقوي العلاقة معهم على أساس إنه فيما بعد أبيع لهم مرة واثنين وثلاثة وأكسب ولائهم. كيف أعرف إن البوست هو ناجح بمحتواه وليس بسبب الهاشتاجات؟ الهاشتاجز للأسف في مجال خبرتي والحسابات اللي احنا بنشتغل بها ما لها فعالية عالية.
الهاشتاجز، التفاعل على الهاشتاج، إذا جاء تفاعل على الهاشتاجز يكون ممتاز، بس ما بنقدر، نحن ما بنعتمد على الهاشتاجز. وبالنسبة لي إذا شغلت الإعلان وجاب التفاعل، نحن بنشوف النتائج اللي جات من البيت، من الإعلانات المدفوعة، ونتائج جات من الأورجانيك اللي هو الناس اللي دخلوا بطريقة طبيعية بدون إعلانات مدفوعة على الصفحة وشافوا البوست، أو ناس شافوا البوست عن طريق الهاشتاجز. طريق الخليج. طيب عندي سؤال، أنا براند ملابس وحاب أسوق لحاجاتي برا الناس، التارجت بتوع الخليج، ازاي في الاعلانات يوصلهم وبتكلفة قد ايه، واخليهم يثقوا ازاي في انهم يطلبوا مني، والويب سايت مهم وجوده بالنسبة لدول الخليج كوجهة للبراند؟ الويب سايت مهم وجوده في كل الحالات. في اذا بزنس بيبتدي جديد صعب ان يكون عندهم ويب سايت، بس لازم الويب سايت من الاهداف الرئيسية اللي تكون موجودة عندهم، خاصة اذا بنبيع اونلاين. اذا بنبيع اونلاين اذا عندنا ويب سايت، من خلال الويب سايت نحن ممكن نربط الانستغرام عشان نبيع مباشرة على الانستغرام، عشان نبيع مباشرة على الفيسبوك. إذا في عندنا الويب سايت هذا مصداقية إنه نحن أساسا شركة، مش شخص فتح حساب انستغرام وبيحاول يبيع. إذا أنا بس فاتح حساب انستغرام بقول بيع وبعت لي الفلوس على الحساب البنكي وأنا حبعت لك، شوية صعبة. شخص مش موجود معي في نفس البلد وبحاول يبيع لي وبيطلب مني أرسل له الفلوس الأول قبل ما يوصل لي المنتج، صعب. ففي النهاية بيكون في، لما يكون في سيستم كريدت كارد، السيستم الكريدت كارد لا محتاج ويب سايت. سيستم الكريدت كارد بيضمن للناس اللي بيشتروا بالكريدت كارد اذا الشخص طلع فيك هم ممكن يرجعوا له الفلوس، مظبوط؟ فبكون عندهم ثقه اكثر ان يشتروا بالكريدت كارد. الشيء الثاني لازم يكون براند، عشان تكسب ثقتهم ياخذ فتره. لازم مثلا ابعت لك والترجيع مجاني، اذا الشخص طلب ترجيع وعملنا له مشاكل في الترجيع مش هيثقوا فينا تاني. والشيء السيء اذا مثلا انا ببيع برودكت معين، البرودكت هاد فيه 10 مميزات حلوه ومميزه واحده سيئه، المميزه السيئه حيسمع عليها 100 شخص، المميزات الحلوه حيسمع عنها 10 اشخاص. فمهم جدا ان تظبطوا المنتج اللي عندكم والخدمات اللي بتيجي مع هذا المنتج. طيب أتمنى السلامة، تعديل خاص البحث. عندي ميزانية تسويق بقيمة 500 درهم على مخزون أسبوعية، كيف تنصح بتقسيم هذه الميزانية بين الحملات والإعلانات؟ إذا القيمة 500 درهم شهرية أسبوعية لكل الإعلانات على حسب المنتج الموجود عندك بتقسم. انا بقسم بالعاده بين جوجل ادز، بين اس اي او، وبين سوشيال ميديا، لانه في النهايه انت محتاجه كمان جرافيك ديزاين، محتاجه تعديل على الويب سايت، محتاجه اشياء كثيره، ماركتنج، براندنج، الاشياء هذه كلها بتكلف. فلما يكون في 500 درهم، جرب على الفيسبوك، حط على الاقل 100 درهم بالفيسبوك والانستغرام او السوشيال ميديا بشكل عام واشتغل عليها شوي شوي، بترفع البوجت. Can I set up my store on Facebook without making a website؟ ممكن نعمل set up للستور على الفيسبوك، بس في النهاية الكتالوج ممكن نتحمل manually، ممكن نتحمل عن طريق الويب سايت. أنا ما بنصح ببيع على الفيسبوك إلا يكون في ويب سايت. ويب سايتات ممكن نمشي على شوبيفاي، وو كوميرس، أو ويكس، على أساس إنه شيء رخيص مدفع شهري، مش محتاجين ديفلوبرز، نمشي على الستور ونبتدي نبيع. ونحاول نبيع ونكسب بسرعة من السوشيال ميديا، دي ما بشتغل فيها كتير. أنا بشتغل أكتر على البراندينج، وبشتغل إنه يكون في ويب سايت، وعلى أساس نشتغل بالطريقة الصحيحة عشان نبني بزنس بعيد الأمد، لونج تيرم، لأن اللونج تيرم بالنسبة لي مهم أكتر لأي بزنس. خطة الشورت تيرم بالعادة ما بتنجح، يعني واحد ممكن يمشي فيها شوية بس بعدين لازم يكبر، لأنه بالبزنس بشكل عام إذا ما بتكبر تنزل لتحت. طيب على ما أظن هذه كل الأسئلة اللي جاوبنا عليها. بكرة إن شاء الله حنتكلم في حملكم عاد من أول لنهاية زي ما طلبتوا، حنتكلم على Audience Insight، حنتكلم على بعض الأخطاء اللي بنعملها بشكل عام
في إنشاء الإعلانات، والأودينس إنسايت مهم جدا عشان نستهدف أو نشتغل مع الفئة المستهدفة. عندي سؤال تاني، لايف تايم بادجت كيف بحدد؟ خليني أعمل شير للسكرين عشان أوريك. طيب اللايف تايم بادجت عندنا بتحدد من الاد سيت، هنا ننزل تحت، لا دي على ما اظن عاملين لها اوبتمايزيشن، نمشي على الكامبين الكامبين خلينا نشوف على الجديد. نعمل new campaign مثلا traffic continue. من هنا يا daily budget يا lifetime budget، يعني نمشي على ad set، هنا تنزل على lifetime budget، تحول لل lifetime budget، بتحدد مثلا أنا أسبوعيا عندي 100 درهم، شايفين لفترة شهر من سبتمبر 14 لأكتوبر 14، بقول أنت حاطي شيء بسيط جدا، يعني حتى نحن مش هنقدر نشتغل عشان أجيب لك أقل النتائج اللي ممكن نوعد عليها، بس أنا بحطها أسبوعيا فمن يوم 14 ليوم 21، هذا هو اللايف تايم بادجت. اللايف تايم بادجت على خلال الأسبوع هيصرف 100 درهم. هل ممكن تخصص 5 دقائق كل نص ساعة تشوف أسئلتنا غدا؟ أكيد، أنا حاولت أمشي نص المحاضرة أشوف أسئلتكم، بعدين أمشي النص الثاني، ما عندي أي مشكلة، ممكن أراجع أسئلتكم، كل ما أخلص فقرة ممكن أشوف أسئلتكم أجاوب عليها عشان أمشي للفقرة اللي بعديها. يعني مبيعات مدفوعة للفيسبوك؟ أيوة، البادجت اللي هو المية درهم مدفوعة للفيسبوك، من المية درهم شوف المبيعات اللي بيجيكم. وبالأول بالعادة المبيعات ما بتجي، يعني أنا من خبرتي نصرف 100 درهم ممكن ما تجيني ولا مبيع، بالعادة ما بتوقع مبيعات لأنه أنا أساسا ما بحاول أعمل مبيعات، بحاول أعمل براندنج، بحاول أعمل شهرة، بحاول أعمل awareness لنفسي، بحاول أعمل consideration. على كده إن شاء الله نشوفكم بكرة، أكون محضر لكم الأشياء اللي طلبتوها مني، محضر لكم بعض الأمثلة، وهحضر الاكونتس الموجودة عندي عشان نعمل عليها demonstration live بدل ما يكون عندنا powerpoint presentation نمشي عليها. اوكي، شكرا لكم جميعا، وان شاء الله حتى لو عندكم اي اسئله ارجوكم خلوها هنا، سجلوها عندنا، انا استاذ امال هنراجع بكره، لو في اي سؤال ما جاوبته قبل المحاضره حجاوبهم، هراجع معاكم اليوم الاول اليوم الثاني بسرعه، وبعدين اكمل في اليوم الثالث. بنشكر السادة الحضور على وجودهم معنا النهارده، وزي ما أستاذ روبرت قال يا ريت لو في أي أسئلة تجد هتكون موجودة في أول الجلسة مع المراجعة السريعة بكرة. نشكرك أستاذ روبرت، شكرا جزيلا على المجهود المبذول، ويعطيك العافية، وإلى لقاء الغد في اليوم الثالث والأخير للدورة إن شاء الله. نشوفكم خير، مع السلامة. مع السلامة.